يا صباح الهنا والرزق والسعاده والخير. وبجد والله العظيم الهوا وحشني وكريم وحشني وحضراتكم وحشتوني بجد. يعني كان اسبوع غياب، لكن زي ما حضراتكم عارفين انا كنت في منتدى الشباب، منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه باك توجذر، وحاجه عظيمه جدا اكيد هنتكلم في كل التفاصيل. بس يعني صباح الفل والخير واول الاسبوع و10 الصبح في الاهلي. يا صباح الخير. صباح العسل. وحشتك اكيد بشكل لافت. أيوة. للانظار بشكل منقطع النظر. اولا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، لسه راجعين امبارح. يعني ايه بقى الدنيا كانت عامله ازاي؟ انا قبل الدنيا، بس انا بعتذر عن الميه اللي انا وقعتها، لان لازم نكون شفافين مع المشاهدين. انا وقعت ميه على نفسي قبل الهواء بثواني، يعني كان في مجال ننشفها. طب ده على الصعيد الميه. اما فيما يتعلق بمنتدى بص بقى العالم. طبعا يعني عايز اقول لك ان فكره ان انت تعمل شيء عظيم بهذا الحجم، منتدى كبير حضروا الاف، وفي التوقيت ده يعني زي ما بنتكلم دول عندها مشاكل في فكره هنا الكوفيد وغيره ولوك داون وحاجات زي كده، بس انت بتعمل منتدى زي ده وفي نفس الوقت بيعدي على خير وبتاخد اجراءاتك الاحترازيه. والفكره يا كريم مش بس ان انت بتعمل منتدى شباب للغرض ده، بس انت بتدي رسائل في مجالات تانية كتيرة، بتدي رسائل ليها علاقه بالسياسه، بتدي رسائل ليها علاقه بالسياحه وغيره وغيره. فلا بجد كانت حاجه محترمه جدا. اكيد انت تابعت الندوات، تابعت الى حد كبير. الاوبننج والكلوزنج وكالعاده دايما حاجه تفرح، يعني باختصار بجد حاجه تفرح، فكره ان الشباب موجودين قدام القياده السياسيه وبحضور كل المسؤولين والقائمين على معظم وشتى مناحي الحياه. دي في حد ذاتها لوحدها حاجه لطيفه. ناهيكي بقى عن التوصيات اللي دايما أيوة. بينتهي بيها الامر. صح. المره دي كانت التوصيات عامله ازاي؟ بص هي كان في كذا توصيه يعني داخله تحت البنود او الجلسات النقاشيه، لان احنا اتكلمنا في يعني مواضيع عديده جدا. انا مثلا كنت بدير جلسه ليها علاقه بالرعايه الصحيه في ما بعد الكوفيد. اوكي. فمستقبل الرعايه الصحيه يعني، فدي كانت نقطه كويسه جدا بتتكلم احنا واقفين فين، بس احنا ازاي هنواجه الفتره اللي فاتت. اتكلمنا عن التجربه المصريه كمان ان هي كان ليها ابعاد قبل كده، وكان في يعني مثلا لو اتكلمنا عن الصعيد الصحي او الشق الاقتصادي، مصر كان ليها دور كبير جدا على الشق الصحي من الحملات اللي كانت بتعملها الصحيه في مختلف، كان مش بيتكلم بس على كوفيد، والاصلاح الاقتصادي اللي خلاك الى حد ما لما واجهت كوفيد 19 التبعات بتاعتها كانت اقل يعني حده من دول تانية كتيره جدا، فدي بتساعد. فدي كانت محاور مختلفه وجلسات نقاشيه، بس يعني في العموم يعني بلا تفاصيل قوي للحاجات دي، بجد كان مشهد محترم، مشهد بيقول للعالم كله ان مصر في حته تانية دلوقتي. تقدر ان انت تنظم يعني مش بس بطولات، تنظم اي حاجه طبعًا. دوليه على ارضك وبشكل فعلا عالمي. انت لو شفت الكلوزنج كان حاجه روعه. شفت روعه بجد، يعني السكاي دايفرز اللي كانوا في يعني بص لا كان كل حاجه، كل الناس علقت عليه بجد، كان حاجه لطيفه، حاجه جميله ومجهود رائع وتنظيم جميل. بس فيعني انا راجعه مبسوطه. بس طبعا يعني بجد والله البرنامج وحشني، الناس وحشتني، وعايز اقول لك المشاهدين كانوا متابعيني هناك ودعوات وترجعي لنا بالسلامه، حاجه بجد جميله جدا. ننوه بقى عن الفقرات. يلا النهارده طبعا كالعاده في الجزء الثاني من حلقتنا هيكون عندنا فقرتين حواريتين، فقره عن الرياضه عند ملوك وملكات مصر القديمه، كلام بقى في حلو الموضوع. عدينا بقى مرحله النوستالجيا ووصلنا لمرحله مصر القديمه. الكلام ده طبعا هيكون بحضور الدكتور حسين عبد البصير وهو مدير متحف الاثار بمكتبه الاسكندريه. دي الفقره الحواريه الاولى. الثانيه هتكون مع كابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق، وهنتكلم معاه في كتير من التفاصيل المتعلقه بحرقه الدم اللي فاتتك لحد الاسبوع اللي فات. لا ما فاتتنيش قوي، كنت متابعه برضه على قد ما قدرت في الوقت اللي فاضي. كنا بنتابع ماتش امبارح. بص ماتش امبارح ممكن يكون تحته عنوان كده نجاة كيروش، يعني انا اعتقد ده العنوان الامثل للماتش امبارح، لان احنا ما فزناش بسهوله برضو. احنا يعني روحنا طلعت زي ما بيتقال كده، الحمد لله ان احنا ما نمناش مكتئبين او ان احنا ما نمناش عندنا حزن شديد من اللي احنا شفناه. لا حاجه كانت صعبه جدا بصراحه امبارح. واحنا يمكن مع كابتن عادل عايزين نروح لنقاط كتيره. ممكن طبعا لو هنتكلم عن تقييمات للاعبين، لو هنتكلم كمان في نقطه مهمه، الفرق ما بين كوبر وكيراش اصلا مع منتخب مصر، ان في فرق او فروق شاسعه. لو هنتكلم التغييرات اللي كان كيراش برضو بيعملها، في منها تغييرات غريبة جدا. فلا ملفات ملفات كتيرة. نقول ايه ولا ايه ولا ايه. لكن لو اتكلمنا عن امبارح، الحمد لله قدرنا امبارح نفوز يعني بثلاث نقاط بهدف محمد صلاح طبعا في الشباك غينيا بيساو في الدقيقة السبعين. بعد السبعين دقيقة كانت فعلا من يعني الملاحظة واداء فردي فعلا، يعني معلش احنا يمكن هنكون
يعني صريحين زياده، بس هو كان اداء فردي. وكان كمان الهدف اللي اتلغى للمنافس اللي زي ما حضراتكم عارفين ده كان هيخرجنا بشكل مبكر جدا من البطوله، لكن ربنا ستر طبعا، الى جانب التصدي العظيم اللي كان للشناوي في اللحظات الاخيره. الشناوي كان رائع بصراحه برده، يعني نقدر نقول الحمد لله ربنا يكرمنا بقى مع ماتش السودان يوم الاربعاء يا كريم. الواحد على اعصابه برده بصراحه رغم الفوز الصعب اللي احنا حققناه بالامس، لكن اللي احنا بنتمناه واللي احنا عايزينه بجد هو عوده شخصيه منتخب مصر، عوده الروح القتاليه اللي بتخلينا كلنا نفخر، كلنا نفرح، لان حتى هذه اللحظه انا ما اعتقدش، ولو انت تتفق معايا كريم، لسه الروح ما رجعتش. يعني احنا نستحق كده، مصر تستحق اننا نرفع اسمها ونرفع علمها في كل البطولات. احنا دلوقتي يمكن بقينا كمان قبله البطولات الكبرى، وبنستعد كمان لاستضافه مزيد من المحافل الدوليه، ده بنتكلم خلال العام الجاري 2022. فيا ريت يا ريت نشوف بس منتخب مصر بالصوره اللي احنا نعرفها، لان حتى هذه اللحظه احنا ما شفناش ده. صحيح، امبارح كانوا بيلعبوا بخطه لا خطه الحقيقه، يعني حرق الدم كانت على مدار كل يوم من ايام الاسبوع اللي فات يعني. وعلى فكره الحاله دي استمرت مش بس بعد ماتش نيجيريا، حتى في مباراه الامس بالرغم من الفوز كتير جدا مننا عنده تحفظات عديده على الاداء. امبارح كان الوضع ارحم شويه من قبل كده، امبارح كيروش يعني الحمد لله رب العالمين يعني حط كل لاعب الى حد كبير يعني في مركزه الطبيعي، بس كان فعلا الاداء فردي جدا وبلا خطه، يعني ما حدش يقدر يستنتج حتى خطه امبارح كان بيلعبوا بيها كانت خطه ايه. طبعا ده شيء في حد ذاته لا يليق. نهاود بتقول لنا ايه بعد الفوز الصعب؟ احنا بنتكلم على غينيا بيساو مع كل الاحترام والتقدير، لكن طالما احنا وصلنا لمرحله ان فوز صعب على غينيا بيساو، لا ده لا يليق بمنتخب مصر الحقيقه. اللعيبه عارفين ومدركين المفروض قيمه تيشيرت المنتخب منتخبهم، يعني ما يستحقش اللي احنا شفناه عموما طول الفتره اللي فاتت. البطوله دي الى حد كبير يا حضرات في المتناول، يعني عادي جدا ان احنا نوصل فيها للمراحل النهائيه، والمفروض ان عادي جدا ان احنا كمان يعني نفوز بيها. يبقى هدفنا زي ما قال كيروش هو شخصيا ما يبقاش بس هو الوصول للمونديال، اللي يعني غالبا لو وصلنا له بالمنظر ده هنخرج من الادوار الاولى منه، لكن طبعا يعني انت مستنيه ايه تاني اكتر من اللي انت شفتيه طول الفتره اللي فاتت بذمتك؟ لا انا بتفق معاك طبعا، واحنا هنتكلم في التفاصيل دي كلها مع كابتن عادل، بس انا بتفق معاك لان ده مش رايك او رايي، يعني ناس كتير جدا بتتحدث بهذه اللهجة أو اللغة، الناس متخوفة جدا، الناس عندها قلق جدا، الناس اللي كانت بتقول ربما كيروش بيحمل لنا يعني بعض الأمور اللي احنا لسه يمكن مش عارفين نقراها دلوقتي، بقوا رأيهم لا بالعكس احنا واضح ان مفيش خطة أصلا ومفيش أمال كانت موجودة، لا كل الكلام ده طلع يعني مش صحيح. فلا في تخوف شديد جدا، في حزن شديد جدا، في ترقب شديد جدا، فأنا بتفق معاك وكتير من الناس بتتفق معاك. على كل حال بمناسبة الكلام وفكرة الفريق الصعب والسهل، لأن كيروش كان ليه تصريح خاص بالموضوع ده، ويمكن قبل ما اروح للتصريح في تويته كتبها بعد الماتش، هو كان بيقول كده تحديدا: We dedicate this win to our fans. The team rebounded with a great team spirit and courage. Well done, lads. We stand together and united no matter what. اللي هو بيهني يعني بيقول الفوز ده للفانز للجماهير، وان الفريق لعب بروح التيم، يعني كان في روح حلوه عند الفريق، انتعشت الروح يعني روح الفريق موجوده كانت، وجريت سبيريت وكارج، وبيقول لهم احسنتم اللاعبين وان هم بيقفوا معا يعني ومتحدون. طيب تعال نروح للتصريحات بقى بمناسبه الفريق السهل والصعب. هو قال كده ورد عليك يمكن سمعك. انا عمال ادور، سرحت مع كلمه جريت سبيريت، عمال ادور عليها ما شفتهاش بالظبط، احط ايدي بس على السبيريت. بص بقى، أمم إفريقيا ما فيهاش منتخب سهل، واللي شايف غير كده مش بيفهم كورة، فأنت مش بتفهم كورة. أكيد أنا بفهم كورة، أنا راجل عجلات. تمام؟ فهو وأكد ده، لا قبل تأكيده ده، هو اتكلم إن هو الفريق واجه سوء حظ كبير أمام غينيا بيساو، وقال زي ما إحنا كنا بنقول في التويتة يعني بنهدي الفوز للجماهير المصرية. وردا على السؤال هل مباراة غينيا بيساو بتثبت إن ما فيش مباراة سهلة، هو قال كده: الناس اللي ما بتفهمش في كرة القدم بتفتكر ان في فرق سهله، لكن في منافسه زي بطوله الامم ما فيش فرق سهله. كويس، بس ممكن يكون في فرق مش في نفس مستواك، فالفرق اللي مش في نفس مستواك ده متوقع ان انت تفوز فيها بشكل اكثر ليونه وسهوله وسرعه في نفس الوقت، ده اللي احنا كنا متوقعينه. ما حدش بيقول ان في ماتش سهل او صعب، ما حدش بيقول ان في فريق يعني ضايع او فريق قوي ومش هنقدر نعديه، لا كل الفرق صعبه، كل الماتشات اكيد مهمه، ولكن برضو في مستويات، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. واحنا المفروض ان مستوانا عالي،
ده بلا شك. المفروض ان انت عندك لعيبه يوروكي اضعف الايمان، بلاش يشتتي النتيجه، يوروكي اداء غير اللي احنا بنتابعه طول الفتره اللي فاتت. تاني امبارح الوضع الى حد كبير ارحم نسبيا، يعني ارحم نسبيا، ولكن نرجع ونقول برضو مش دي كفاءه اللعيبه بتوعنا. فهنرجع برضو ونقول ايه المهم ان ربنا يعني يكون معانا ان شاء الله في ماتش السودان، وتعدي فتره كيروش مع منتخب مصر على خير. يعني احنا بالفعل عندنا مجموعه من افضل لعيبه القاره، ناهيكم عن اننا عندنا واحد من اهم ثلاث لعيبه في العالم محمد صلاح. طبعا المحترفين اللي عندنا يخلوا اي فريق نازل ضدنا المفروض يكون قلقان، لكن ربنا يصلح الاحوال. يعني انا عايز اقول لك، انا قريت امبارح كان حد بيتكلم يعني في تويتر برضه بيقول لك محمد صلاح لوحده بفريق غينيا بيساو كله بالاحتياطي. يمكن يعني ده راي الشخص اللي كتب، بس يعني لو انت بصيت لها برضه تلاقي في منطق شويه في الكلام. فيعني احنا لا نقلل من احد، ولكن احنا بنتكلم عن قيمه وحجم منتخبنا. لا احنا معلش احنا كبار قوي، واحنا تاريخ كبير قوي، والقاره كلها تشهد بذلك. فلما احنا نشوف هذا المستوى ده اللي محزن. ما حدش قال ان الفريق الثاني يعني اضعف مننا بكتير، فاحنا لا، بس غير المستوى الثاني، غير المستوى. وحياتك اضعف مننا بكتير يعني، وحياتك اضعف مننا بكتير. بس يلا طيب خلينا بقى ننتقل معاك يا كريم لموضوع ثاني، لان بكره هيغيب محمد صلاح عن مراسم حفل ذا باست اللي بيقيمه الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا ده في سويسرا لاعلان افضل لاعب في العالم لعام 2021. دخل صلاح طبعا قائمه ذا باست النهائيه بجانب ميسي وروبرت ليفاندوفسكي. وطبعا زي ما احنا عارفين صلاح مش هيسافر لارتباطه بالمشاركه في كاس الامم الافريقيه، وهو امبارح شارك في لقاء زي ما حضراتكم عارفين غينيا بيساو، وافتكر ان هو هيشارك كمان امام السودان يوم الاربعاء ان شاء الله المقبل بالجوله الثالثه. كل التوفيق باذن الله للمنتخب المصري. نروح بقى لاجتماع مجلس اداره النادي الاهلي طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب بالامس، واللي ناقش العديد من الملفات المهمه جدا اللي بتخص قطاعات النادي المختلفه. في بدايه الجلسه تم التصديق على محضر اجتماع الجلسه السابقه للمجلس والمنعقده بتاريخ 1 يناير 2022. كمان رحب بالكابتن محمود الخطيب بالسيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره بعد حضوره للجلسه الاولى للمجلس عقب اعتماد اللجنه الاولمبيه المصريه تشكيل مجلس اداره النادي الاهلي بكامل هيئته. تعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الامر وكمان قرارات مجلس الاداره من خلال هذا التقرير. هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وجماهير النادي الأهلي العريق متابعي قناة الأهلي ومنصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. نلتقي بحضراتكم في دقائق سريعة في أعقاب اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي انعقد اليوم السبت 15 يناير بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بتشكيله مكتملا برئاسة الكابتن محمود الخطيب. الحقيقة هذا الاجتماع هي الجلسة الثانية في هذا العام يناير 2022، وتم فيه اعتماد محضر الجلسة السابقة اللي كان في 1 يناير 2022. كمان رحب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بالسيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة بعد أن حضر الجلسة للمرة الأولى بعد أن قامت اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي بكامل هيئته. في هذا الإطار الحقيقة الكابتن محمود الخطيب كان حريص على يعني التأكيد على متانة العلاقات اللي بتربط النادي الأهلي بكل المؤسسات الوطنية، معربا عن تقديره لهذه المؤسسات في إطار من التعاون المستمر بإذن الله. الحقيقة أنه مجلس الإدارة أيضا أكد على ضرورة أو اعتمد صرف مكافأة مالية قدرها شهر للعاملين في النادي بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية العادية وجهودهم الكبيرة فيها، الجمعية الأخيرة اللي تم فيها انتخاب مجلس إدارة جديد، خاصة بعد أن أصبح المجلس مكتملا بتشكيله وبكافة عناصره. ثالثا الحقيقة أن المجلس اعتبر هذه الجلسة ممتدة، جلسة مفتوحة لاستكمالها في وقت لاحق، وده بسبب الحقيقة دراسة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية في النادي الأهلي. الأمر اللي ارتأى معاه المجلس أنه هذه الأمور لا تحتاج إلى قرارات سريعة، ولكنها تحتاج إلى دراسة متعمقة ومتأنية ومزيد من النقاش والدراسة، لذا اعتبر الجلسة ممتدة واستكمال طرح ومناقشة هذه الموضوعات واتخاذ قرارات فيها في الجلسة المقبلة بإذن الله. سنة سعيدة على حضراتكم، كل التحية لجمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، ودائما أبدا الأهلي في المقدمة، ومصر الكبيرة دائما في
في القلب. جميل جدا وقرارات محترمة. خلينا بقى نروح لموضوع تاني، ويمكن كريم انت كنت الخبر ده برضو ايه هيهمك. كريستيانو رونالدو كنا لسه بنتكلم الأسبوع اللي قبل اللي فات عن بقى يعني فكرة هنا اعتزال اللعيبة الكبار زي ميسي ورونالدو وإبراهيموفيتش. كنا بنقول هل الناس دي ممكن تعتزل قريب ولا لأ؟ هل خلاص الوقت كده انتهى ولا بيفضلوا لغاية آخر لحظة زي ما حصل يمكن دلوقتي 42 إبراهيموفيتش ومستمر في اللعب؟ لأن بيبقى صعب قوي لما تبقى أنت النجم اللي في عصرك واسم كبير في عالم كرة القدم وبعدين تعتزل، عارف بتبقى زي برضو صدمة، بتبقى شيء أعتقد مش سهل أبدا. لكن رونالدو اعلن موعد اعتزاله، اعتزال كره القدم بعد بقى سنوات طويله بيوصل 62 لا لا اقل من التالق بملاعب طبعا كره القدم الساحره المستديره مع منتخب بلاده وفرق مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس الايطالي وغيره. رونالدو هنا قال في تصريح لشبكه برازيليه اسمها ESPN، هو قال قادر على اللعب على اعلى المستويات حتى وصولي لعام ال40، وقال كمان ممكن لغايه ال42، لكن الامر الاهم هو الاستمتاع بالوقت الراهن. وقال كمان اهتم جيدا بجسدي وذهني واعرف جسدي واملك الخبره، اشعر بالفخر عند الحفاظ على تقديم نفس المستوى من اللعب. وختم وقال تعلمت في السنوات الاخيره انه بعد 33 عاما بيواصل الجسد العمل اذا تم الاهتمام به، لكن تبقى المعركه الاصعب على المستوى الذهني. طبعا بالمناسبه زي ما حضراتكم عارفين رونالدو خلاص هيتم 37 سنه في الشهر الجاي في فبراير، فاهو من 40 ل 42. المهم ان هو يستمتع ودي نقطه. هو للامانه هو لاعب استثنائي، وتعامله مع نفسه ومع امكانياته ومع حفاظه على صحته كمان بشكل استثنائي، وبيعمل كل حاجه تخليه فعلا ملتزم جدا 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 جدا. ومن اللعيبه اللي بتوصل قبل التمرين بساعه وساعتين، ده معروف عنه الالتزام الشديد. انا سامع او شفت تقرير كان تقريبا من فتره انه من ضمن الحاجات اللي بيحافظ من خلالها على صحته انه جايب في البيت عنده حاجه بيسموها غرفه الاكسجين، حاجه زي اقرب للتابوت كده الزجاجي، وبيدخل بينام فيه لفتره معينه او بيقعد جواه لفتره معينه. والاكسجين ده ليه خواص كده من شانها ان هي تاثر على الخلايا بالايجاب وتطول العمر الافتراضي للشخص، حاجه كده. لا نجيبها بقى. شفتي نجيبها. طيب نروح بقى لخبر تاني برضو غريب حبتين، لان عاده ابطال ونجوم الرياضه بيكونوا مهتمين جدا بمساله التلقيح. ناهيكم عن ان دي من اهم المتطلبات والشروط اللي من خلالها يقدروا يشاركوا في اي احتفاليه يعني رياضيه، ما بالكم بقى لما يكون الكلام على يعني لاعب هو رقم واحد على مستوى العالم، نجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش اللي تم وضعه قيد الاعتقال الاداري بالامس بعد ما الغت استراليا تاشيره دخوله الى اراضيها للمره الثانيه بسبب عدم تلقي اللقاح المضاد لكوفيد 19. السلطات الأسترالية قالت أن وجود جوكوفيتش في أستراليا وهو لم يتلقى التطعيم ضد كوفيد 19 يعني ده من شأنه أن يشجع المشاعر المناهضة للتلقيح، واعتبرت أنه مجرد يعني وجوده ده شيء غير مستحب وبالتالي يجب طرده من البلاد. نفس الكلام قالته وزيرة الهجرة الأسترالية في بيان ليها أنه قرار إلغاء تأشيرة الدخول لأسباب تتعلق بالصحة والنظام بالنسبة لجوكوفيتش، وهو المصنف الأول عالميا في التنس، ويعني المفروض أنه يكون بيستعد في ظل هذه الإجراءات لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس واللي سبق وفاز بيها 9 مرات، لكن من الواضح كده أنه مشاركته فيها هذه المرة هيكون مهدد إلى حد كبير طالما هو قافش ورافض يتلقى لقاح كوفيد 19. مشكلة كبيرة دي، خلي بالك، لأن ده بيضعك برضو تحت هنا فكرة هل التطعيم أو الفاكسين ده يعني اختياري أم إجباري؟ ولو هو اختياري، طب لما أجي أتكلم عن لاعب ونجم مثلا رياضي مش لازم في كرة قدم أو تنس أو في أي رياضة، هل برضو الأمر متوقف أنه هو له الحرية في الاختيار ولا الموضوع إجبار في هذه المرحلة؟ يعني عارف الموضوع برضو صعب. هو اختار أنه ما ياخدش الفاكسين وهم اختاروا أنه يطردوا. فاهم قصدي؟ هنمشيها اختيار، هما الاثنين احرار في اختياراتهم، هو مش عايز وهم مش عايزين. ببساطه شفتي شك الدبوس. يعني ده يجي بقى تحت برضه طيت هنا هل اتس فير ولا لا؟ هل ده عدل
ولا مش عادل؟ هل اذا كان فكره الفاكسين اختيار للمواطن العادي لسه لحد هذه اللحظه ما نعرفش المستقبل هيبقى عامل ازاي، بس حتى هذه اللحظه في بعض الاماكن او البلاد او الدول يعني الفاكسين اختياري. طب هل هنا لما نتكلم عن لاعب برضو ان هو شخص عادي في الاول وفي الاخر، هل لا الموضوع مش اختياري، انت لازم يا اما هتتحارب من بطولات برضو الموضوع، فاهم قصدي؟ بص انا بتهيألي ان الاكثر عدلا هو انه ياخدوا اللقاح زيه زي بقيه يعني المنافسين اللي التزموا بالشروط والاجراءات. بعدين برضو فكره ان انا مش عايز اخد الفاكسين، طب انا ممكن اقعد اللي جنبي يعني هو حر في نفسه، لكن هو هياثر بالسلب على الاخرين، انت فاهمه ازاي؟ يعني بص هو الموضوع كبير. ده الاكيد. خلينا نشوف بقى درجات الحراره. على فكره في شرم الشيخ الجو كان جميل جدا. الله. يعني عايز اقول لحضراتكم بجد ان لما نيجي نتكلم ونقول مصر ربنا اختصها بحاجات كتيره جدا منها المناخ الجميل، دي حقيقه. لو حضراتكم تشوفوا شهر واحد في العالم كله الناس متكلفته ازاي وتلج وغيره وغيره، وانت عندك في شرم الشيخ الصبح كان حر وناس بتنزل اجانب، على الحمد لله على فكره السياحه كانت كويسه جدا. هي. الناس بتنزل البحر والبيسين وشايف ان واللي بياخد تان عادي كاننا في شهر 8، فدي حاجه روعه بجد. بالليل كان برد شويه بس انت ما زلت في شهر واحد بتتكلم ولسه في اجواء حلوه تقدر ان انت تصيف عندنا في شهر واحد، فيعني لا دي نعمه طبعا. طيب خلينا نتعرف على مزيد بقى من التفاصيل. معانا على التليفون دكتور منار عفوا غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يا دكتور منار صباح الخير عليك في البدايه. صباح الخير على حضرتك استاذه نهاوند، وصباح الخير كمان على استاذ كريم وكل الساده المشاهدين. يعني لسه كنت بتكلم لحضرتك سمعتينا، الجو جميل جدا في مصر والطقس اكثر من رائع. لو اتكلمنا على كمان شرم الشيخ يعني المحافظات المختلفه، لا بجد احنا حاجه يعني ولا اروع. بس خلينا نطمن تحديدا على بدايه القاهره والطقس في الفترات اللي جايه، وفكره هنا برضو هل احنا بنتكلم على استقرار يعني في الطقس، لان ده كان مكتوب بس احنا طبعا لازم نتاكد من حضرتك. اتفضلي يا دكتور. بالعكس خالص، احنا خلال الايام دي بنشهد بعض التقلبات الجويه والتغيرات الجويه في الطقس، بنشهد طبعا انخفاض في درجات الحراره، سقوط امطار وايضا نشاط للرياح. متوقعين اليوم استمرار انخفاض درجات الحراره على كافه مناطق الجمهوريه العظمى. على القاهره بتوصل اليوم او متوقع توصل ل 16 درجه مئويه خلال ساعات النهار. خلال ساعات الليل هتوصل ل 8 و9 درجات. الطقس نقدر نقول ان هو بالفعل خلال ساعات النهار بارد على كافة مناطق الجمهورية، خلال ساعات الليل بيكون شديد البرودة أيضا على كافة المناطق، كمان بيوصل لحد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد، يعني معناه أن درجات الحرارة في المناطق دي خلال ساعات الليل بتقل عن 5 درجات، يعني مرتفعات سانت كاترين بتوصل للصفر، شمال الصعيد بتوصل أحيانا ل2 و1 في بعض المناطق من شمال الصعيد خلال ساعات الليل طبعا. كمان متوقع اليوم طبعا استمرار تقاصر السحب المنخفضه والمتوسطه، احنا شهدنا بالامس امطار خفيفه على القاهره، متوقع اليوم كميات الامطار تزيد مع تقدم طبعا ساعات النهار، وتكون امطار متوسطه على سواحلنا الشماليه الشرقيه زي دياب، بورسعيد، رفح، العريش، ايضا بعض المناطق من مدن القناه زي الاسماعيليه والسويس، بعض المناطق كمان من محافظات شمال الوجه البحري، دي كلها تشهد امطار متوسطه. امطار خفيفه لمتوسطه على السواحل الشماليه الغربيه للبلاد زي مطروح والاسكندريه، جنوب الوجه البحري زي المنوفيه والغربيه، ايضا كمان الامطار هتوصل للقاهره امطار خفيفه الى متوسطه. كويس. كمان الامطار هتمتد لبعض المناطق من شمال الصعيد وتبقى امطار خفيفه. خلينا دايما نقول الامطار دايما بتبقى على فترات متقطعه من منطقه للثانيه، يعني ممكن نشهد امطار موجوده في منطقه وامطار خفيفه في المنطقه الثانيه امطار متوسطه. كمان مستمر اليوم نشاط الرياح، نشاط الرياح ده هو اللي بيزود احساسنا اكتر ببروده الطقس وانخفاض درجات الحراره، يخلينا نحس بالدرجات دي اقل من اللي احنا كمان ذكرناها، بالاضافه الى هيؤدي لاضطراب حركه ملاحه بحريه على البحر المتوسط. احنا بنتكلم يا دكتور منار الاسبوع ده يعني او الكام يوم الجايين صح كده؟ بالظبط، احنا مستمرين اليوم وغدا في سقوط الامطار تقريبا بنفس الكميات، يمكن غدا ممكن كميات الامطار تقل شويه تبقى امطار خفيفه متوسطه، لكن انخفاض درجات الحراره مستمر الى نهايه هذا الاسبوع وكمان بدايه الاسبوع القادم. يعني احنا خلال هذا الاسبوع درجات الحراره خلال ساعات النهار هتبقى ما بين 16 و 15 درجه. اوكي. يعني الطقس هيبقى منخفض خلال ساعات النهار، خلال ساعات الليل طبعا انخفاض اكتر وهيبقى ملحوظ خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الفجر. طب انا عندي سؤال برضو، لان لما بيبقى فيه طقس زي كده في اهالي كتيره جدا بتخاف تودي ولادها المدارس، هل احنا بنتكلم ان الموضوع الى حد ما يعني هيوصل لهذه الدرجه ولا لا؟ يعني الموضوع امان برضو عشان نعرف توجيهات حضراتكم.
هو طبعا احنا انخفاض درجات الحراره زي ما بنقول مستمر معانا وهيبقى ملحوظ، فاحنا هننصح ان نستمر في ارتداء الملابس الشتويه، هتبقى ثقيله خلال ساعات النهار وخلال ساعات الليل. ايضا الامطار هتبقى زي ما قلنا امطار متوسطه على حسب طبيعه طبعا كل محافظه واستجابه طبيعه كل محافظه والتنميه المحليه فيها وسحب المياه من الشوارع، تمام. كل محافظه تاخد قرارها، لكن انا لو هبقى موجود في الشارع اخلي بالي، ابتعد تماما عن اعمده الاناره، الشاكل، دي نقطه مهمه، لوائح الاعلانات المعدنيه، خلي بالي كمان في اثناء القياده على الطرق، القياده تبقى بالذوق تام، وطبعا نتبع كافه تعليمات المرور. ونصيحه ثانيه مهمه، نتابع النشره الجويه، لان صحيح. احنا اي تغيرات في الحاله الجويه هنبدا نعلنها مع حضراتكم في نشراتنا اول باول. وايضا كمان قبل ما اخرج من البيت اعرف ايه كميات الامطار اللي موجوده على المنطقه اللي انا ساكن فيها، درجات الحراره ايه، وابدا اتعامل معاها قبل حتى لو انا مضطر هنزل. تمام، كل دي يعني ارشادات مهمه جدا، نشكرك جدا دكتور منار، واكيد متابعين مع حضرتك. لا الموضوع عايزه اقول لك مبدئيا نقطه، يعني مش كل حاجه بقى نصدقها من السوشيال ميديا، لان انا كنت قريت خبر كده نازل بيقول لك الطقس الاسبوع ده كويس، فواضح كده ان الكلام ده مش سليم. لا ممكن يكونوا بقى كانوا بيتكلموا على الاسبوع اللي فات، لان الوضع فعلا واضح ان هو الفتره دي زي ما دكتور منار قالت مش افضل حاجه. بس في نقطه بقى مهمه بفكره ايه ده، انتشار كوفيد بين الاطفال تحديدا بقى شكل مرعب. يعني اطفال الناس اعرفهم ويعني معارف وغيره، لا اولادهم بارقام يا كريم. عشان كده في مدارس كتيره ابتدت تتحول مره ثانيه للدراسه اونلاين. لا الموضوع زايد في الكوفيد تحديدا، كبير وصغير بالذات المتحور وانتشار سريع قوي فيعني ربنا في نقطه اتقالت في منتهى الاهميه، بس عايز اقف عندها ثواني قبل ما نطلع الفاصل ده، بالذات لما تكون الاجواء ممطره وساعات بيبقى في مثلا ايه ميه بتتجمع في اماكن معينه وتلاقي في وسطها اعمده اناره، دي نقطه في منتهى الخطوره وفي منتهى الاهميه فعلا، وبالذات للاطفال. يعني كل اولياء الامور وكل الاهالي لازم يوجهوا اولادهم للتفصيله دي، لان للاسف الشديد نتج عنها حالات وفاه في اطفال. أيوة في على صحيح. مدار السنوات اللي فاتت لو تفتكري، فدي حاجه في منتهى الخطوره، صعق كهربائي نتيجه سلك بقى، صح مع ميه، انت فاهمه ازاي؟ ففي لحظه وما تركنش برضو على قد ما تقدر، لو حد بيركن مش تحت شجره، يعني على قد ما نقدر الحاجات اللي زي كده، لان برضو دي حصلت السنه اللي فاتت كتير. حالات العربيات اتكسرت من يعني شجر وغيره. على كل حال ربنا يستر ان شاء الله، بس الاجواء دي برضو احنا بنحبها ارجع بالرطوبه برضو والحر بتاع يعني احلى من السيف. ما اعرفش يعني واحنا فينا حاجه غلط. خلينا نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. يا اهلا بيكم عوده من جديد لحلقتنا النهارده. بنروح بقى نتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه وكافه الانشطه اللي فيه مع زميلتنا العزيزه سالة حامد. سالة موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير. طبعا في البدايه برحب بيك يا كريم، واكيد برحب بيك انا هواند وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من بدايه الاسبوع في 10 الصبح من الاهلي، وطبعا يعني زي ما عودكم دايما على فقرتنا، فقره اخبار النادي الاهلي، ولكن النهارده هيكون بالتحديد من يعني ملعب مختار التتش في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هكون معاكم عشان اقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه، وطبعا اولهم الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني، واللي النهارده ان شاء الله يعني هيختموا جميع استعداداتهم قبل المواجهه بكره، المواجهه القويه والمهمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، يمكن اهم يعني مواجهه بالنسبة للنادي الأهلي في مجموعته في بطولة كأس الرابطة. بكرة إن شاء الله النادي الأهلي هيستعد بشكل قوي عشان يواجه نادي الإسماعيلي، ولكن النهاردة كمان من ضمن الاستعدادات هيكون في مسحة طبية جديدة لجميع اللاعبين، عشان طبعا الجهاز الفني والجهاز الطبي يطمئنوا على حالة جميع اللاعبين، وما فيش أي حالة طبعا أو لاعب مصاب بفيروس كورونا قبل مواجهة نادي الإسماعيلي. فالنهاردة إن شاء الله هيكون في مسحة طبية جديدة لكل اللاعبين، وكمان النهاردة التجمع هيكون الساعة 11 والتدريب هيكون الساعة 12 للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني على ملعب مختار التتش، عشان يستعدوا لمباراه بكره ان شاء الله امام نادي الاسماعيلي، واللي هتكون الساعه 2:30 بعد الظهر على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى انتقل واروح لجميع الالعاب الاخرى، وهبتدي معاكم بالفريق الاول لكرة السلة رجال تحت قيادة طبعا يعني المدير الفني الاسباني مستر اجاستي ابوش، واللي النهارده ان شاء الله يعني عندهم تدريب الساعة 2 على صالة الأميرة عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، ولكن قبل التدريب هيكون في زي محاضرة فيديو أو فيديو ميتنج لجميع لاعبي النادي الأهلي، عشان طبعا مستر اجاستي والجهاز الفني يتكلموا معاهم على بعض نقاط الضعف والقوة وبعض يعني الأمور في مباراة يعني النادي الأهلي والزمالك هتكون بكرة إن شاء الله الساعة 8 على صالة نادي الزمالك، وثالث مباراة للنادي الأهلي
في المرحله الترتيبيه لبطوله دوري السوبر لكره السله. النهارده ان شاء الله يعني هيكون اخر التدريب واخر استعدادات قبل مواجهه نادي الزمالك بكره ان شاء الله. كمان سيدات السله النهارده ان شاء الله هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي الساعه 7 بالليل عشان يستعدوا للفتره القادمه. يمكن يعني سيدات السله خليني اقول لك يعني هوندو اقول لك طبعا يا كريم انه سيدات السله حاليا هم في فتره توقف من جميع المباريات والمواجهات في بطوله الدوري ده طبعا بعد ما انتهوا من جميع المباريات في الدور الاول، وان شاء الله يعني هيستأنفوا يعني جميع مبارياتهم في الدور الثاني، ولكن في شهر فبراير القادم واول مباراه النادي الاهلي هتكون يوم 5 فبراير القادم امام نادي الشمس. دي هتكون اول مباراه بالنسبه للنادي الاهلي في الدور الثاني من بطوله دوري السوبر. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه كمان خلينا نتكلم شويه على الكره الطايره وفتيات الذهب تحت قياده طبعا الكابتن حمدي الصافي. امبارح كان عندهم مواجهه قويه ومواجهه مهمه في بطوله الدوري مع نادي الزمالك على صاله الشرقيه للدخان، واللي انتهت بفوز يعني نادينا وفتيات الذهب بثلاث اشواط مقابل لا شيء. يمكن كانت يعني نتيجة الأشواط 25-10 25-12 و25-16، ويعني كانت يمكن نقدر نقول يعني كانت مباراة سهلة بالنسبة لفتيات الذهب أمام نادي الزمالك. وبعد المباراة دي كده يعني نقدر نقول إنه فتيات الذهب هم في صدارة ترتيب يعني بطولة الدوري بدون أي هزيمة، يعني من ساعة ما بدأوا يعني جميع مبارياتهم في بداية الموسم لحد دلوقتي ما تلقوش أي هزيمة في بطولة الدوري. كمان النهارده ان شاء الله يعني هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي فتيات الذهب وبدون راحه يعني بعد مباراه نادي الزمالك، وان شاء الله يعني يا كريم بعد التدريب هيتجهوا مباشره لمدينه الاسكندريه والجهاز الفني عشان يدخلوا في معسكر مغلق استعدادا لي يعني مواجهه نادي سموحه بكره ان شاء الله. يمكن المواجهه دي كانت مؤجله الفتره الماضيه بسبب الاحوال الجويه، فبكره ان شاء الله عندهم يعني مباراه مع نادي سموحه في بطولة الدوري على صالة نادي سموحة في مدينة الإسكندرية. كمان رجال الطايرة يعني بعد ما قرعة كأس مصر للكرة الطايرة تمت القرعة يعني وضعت الماسترز أو رجال الطايرة في مواجهة يوم الجمعة مع نادي جزيرة الورد في مدينة المنصورة في الدور الـ 32. ده بالنسبة لي يعني رجال الماسترز، وسيدات الطايرة عندهم مباراة يوم الجمعة كمان مع نادي دلفي وده هيكون يعني برضو في الدور الـ 32 في بطولة كأس مصر يوم الجمعة. يمكن دي أنا هوندو يا كريم كانت كل الأمور والأخبار طبعا متعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية وطبعا استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة الإسماعيلي بكرة إن شاء الله في بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة للأندية. طبعا أنا معاك يا هوندو ومعاك يا كريم لو في أي سؤال، والآن نعود مرة أخرى للاستوديو طبعا نتكلم عليك يا كريم. طيب خليني بس اروح معاكي لان انا وكريم كنا بنتكلم دلوقتي برضو عن فكره هنا يعني الطقس، عايزين نعرف منك تفاصيل اكتر برضو يا سالة، عرفينا كده والحاله المروريه لو حد برضو من الساده المشاهدين بيتابعنا وعنده مشوار يعني في الساعات القادمه يقدر ان هو يطمن منك ازاي. اتفضلي. بالتأكيد هنا وان طبعا خليني طبعا في البداية أطمن جميع جمهور النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية على يعني حالة الطقس والحالة المرورية. يمكن الحالة المرورية طبعا جيدة، يمكن النهاردة كنت جاية يعني لفرع أو مقر النادي الأهلي بالجزيرة طبعا عشان أكون معاكم يعني على الهواء مباشرة. قبل ما أجي كان يعني الحالة المرورية جيدة، يمكن أنا كنت جاية من ناحية يعني الدقي والمهندسين والزمالك، يعني المناطق دي الحالة المرورية فيهم جيدة. كمان بالنسبة لحالة الطقس يعني حالة الطقس يعني خليني أقول لك أنا هوندي الحالة يعني مش مستقرة على حاجة، يعني شوية برد شويه حر شويه في شمس شويه في بعض الرياح، يعني حاله الطقس بالنسبه يعني لاعضاء النادي الاهلي لو حد حابب ان هو يجي ويكون متواجد في النادي يعني في الساعات الاولى من صباح اليوم. يعني عايز اقول ان حاله الطقس مش مستقره، شويه برد شويه حر، بس برده طبعا يعني يتقلوا شويه في الملابس وان هم يعني يعملوا حسابهم ان طبعا حاله الطقس ممكن تنخفض شويه او درجات حراره طبعا تنخفض. رائع جدا. عايز اقول لك يا سالة كان في جرار وراجي كنت هتتخبطي، سعدت على خير الحمد لله. شكرا ليك يا سالة جدا على هذه التخطيط، والله نقلت. طيب على كل حال خلينا نكمل مع حضراتكم ونروح مقر جريده اليوم السابع ومراستنا العزيزه مريم سميح عشان نتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المختلفه. يعني مريم صباح الفل عليكي طبعا في البدايه.
بصبح عليك يا نهاوند، وبقول لك الحمد لله على سلامتك مره تانية، وبصبح عليك يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الله يسلمك يا مريم. ويعني والله بجد كنت بقول في بدايه الحلقه فعلا الهوا وحشني والناس وحشتني وانتوا وحشتوني جدا. يعني الغيبه ما كانتش طويله، بس الواحد لما بيبقى واخد انه كل يوم بيطلع على الهوا يعني اكيد بتفرق جدا. خليني بس اروح معاكي، مهمه قوي ان احنا نسالك عن المنشطات المختلفه اللي تناولت فوز منتخب مصر. عايزين نعرف ماذا كتب برده عن هذا الفوز، سواء كان صعب او البعض لو كان حد وصفه يعني ان هو مختلف عن يعني فكرته ان هو صعب. اتفضلي. حيانا هوند، ان احنا اهم منشات معانا احتفاء يعني الكاف او الاتحاد الافريقي لكره القدم بمحمد صلاح نجم منتخب مصر، ده طبعا بعد هدفه اللي ادى الى فوز ثمين، اللي وصفه كل التقارير الصحفيه والمنشطات الصحفيه ان هو فوز ثمين على منتخب غينيا بيساو، لان الحقيقه يمكن كان في بعض التخوفات بعض الشيء من طبعا المدير الفني كيراش بعد مباراه منتخب مصر امام نيجيريا، ولكن يعني الحمد لله قدر محمد صلاح ان هو يكسر العقدة اللي كانت موجودة لدى بعض الجماهير. وخلينا نبدأ في أول منشات معانا من الشروق، كاف عن هدف محمد صلاح أمام غينيا بيساو، فعلها كافرعون واحتفل كملك. احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طبعا بالنجم محمد صلاح نجم منتخب مصر بعد تحقيقه فوز ثمين على منتخب غينيا بيساو عن طريق هدف محمد صلاح الوحيد، ده طبعا في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم افريقيا بالمجموعه الرابعه. والحقيقه ان كان في احتفاءات كتير، ولكن كان الاحتفاء عن طريق الحساب الرسمي لتويتر للكاف، واللي قال طبعا فعلها كفرعون واحتفل كملك. ويمكن كمان توج صلاح عن طريق بعض الاستفتاءات، او كمان توج في المباراه كافضل لاعب متفوقا على بقيه نجوم الفراعنه وايضا على نجوم منتخب غينيا بيساو. وبهدف محمد صلاح وبفوز منتخب مصر، الحقيقه ان منتخب مصر حقق 3 نقاط هامين جدا في مشواره بالمجموعه الرابعه، واصبح في المركز الثاني، ده طبعا خلفا لمنتخب نيجيريا اللي بياتي في المركز الاول متصدرا المجموعه برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث منتخب غينيا بيساو بنقطة واحدة فقط، ده طبعا بفارق الأهداف عن منتخب السودان. من موقع أخبار اليوم، أكرم توفيق يصل القاهرة. وصل طبعا نجم منتخب مصر والنادي الأهلي اللاعب أكرم توفيق إلى القاهرة منذ ساعات قليلة. الحقيقة كان في عدة يعني مواقع صحفية كانت في استقبال النجم أكرم توفيق، واللي كان حريص أنه هو يحضر مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو على الرغم من إصابته في مباراة نيجيريا. الحقيقة أن أكرم توفيق يعني سيجري بعض الإجراءات الخاصة بسفره خارج البلاد لطبعا إجراء جراحة خارج مصر، وطبعا تلقي العلاج اللازم، ده طبعا بعد ما أسفرت الإشاعة الخاصة به عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي. ويمكن هيغيب أكرم توفيق للأسف عن الملاعب خلال الأشهر المقبلة، وطبعا يمكن أي لاعب يصاب بهذه الإصابة أو الرباط الصليبي تحديدا بيكون عنده نوع من الإحباط، ولكن أكرم توفيق بسبب دعم الجماهير المصرية وتحديدا جماهير النادي الأهلي، الحقيقة أنه هو يمكن عنده معنويات مرتفعة بعض الشيء على الرغم من إصابته. وطبعا أكرم توفيق زي ما احنا عارفين أو وصفه التقرير أيضا أنه هو لاعب هام جدا في صفوف منتخب مصر وأيضا في صفوف النادي الأهلي. ومن موقع الشرق الأوسط، سيتي يحسم القمة أمام تشيلسي بهدف دي بروين رائع ويحلق منفردا بالصدارة. سجل البلجيكي الدولي كيفن دي بروين هدفا من تسديدة رائعة ليحسم فريقه مانشستر سيتي الفوز في مباراة قمة المرحلة 22 أمس أمام تشيلسي بنتيجة 1-0، وبكده أنه هو قطع خطوة كبيرة جدا نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ابتعد كمان يمكن عن مطارده تشيلسي بفارق 13 نقطة، وبات من الصعب اللحيق بفريق اللحاق عفوا بفريق المدرب الإسباني جوارديولا المحلق منفردا طبعا بالصدارة. ويمكن منذ تولي يعني تدريب تشيلسي انتهت 4 من 5 مباريات مع سيتي بنتيجة 1-0 ولم تشد هذه المواجهة عن القاعدة، ده طبعا منذ تولي توخيل يعني تدريب الفريق. وأخيرا من اليوم السابع مواجهة قوية بين ريال مدريد وبلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني الليلة. يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مواجهة قوية أمام أتلتيك بلباو في تمام الساعة 8:30 صباح مساء اليوم الأحد في المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة كأس السوبر الإسباني على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض. وتأهل طبعا ريال مدريد للنهائي بقيادة مدربه الإيطالي أنشيلوتي لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب غريمه برشلونة بنتيجة 3-2 في الأشواط الإضافية للمباراة التي جمعت بين الفريقين على نفس الاستاد وهو استاد الملك فهد الدولي ضمن دور نصف نهائي للنسخة 38 من كأس السوبر الإسباني. وبيسعى ريال مدريد طبعا لتحقيق الفوز باللقب ال 12 في كأس السوبر الإسباني، ده طبعا عشان يضيق فارق على غريمه التقليدي برشلونة واللي بيعد الأكثر تتويجا باللقب بعدما توج ب يعني سوبر إسباني 13 مرة، وحصد ريال مدريد اللقب 11 مرة من إجمالي 17 مشاركة في هذه البطولة. وطبعا أتلتيك بلباو يعني صعد للنهائي بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1. دي كانت جولتنا الصحفية لكل العناوين الصادرة صباح اليوم الأحد من داخل صالة التحرير اليوم السابع. بشكركم جدا، عودة ليكم مرة أخرى. احنا كان نشكرك جدا على هذه التغطية الرائعة يا مريم، شكرا ليكي جدا. طيب احنا هنطلع فاصل خلاص، بس عايزة اقولك قبل ما نطلع فاصل ان احنا بقى في الفاصل بتابع ناس بتبعت ايه. في ناس كانت طالبة بما ان احنا تحدثنا يعني عن انتشار كوفيد واوميكرون بين الاطفال تحديدا، فكان حد باعت يعني بيسألنا طب ما تعملوا لنا تقرير خاص بالاكل والشرب اللي ممكن يزود من يعني جهاز المناعة الى حد ما. فاعتقد دي ممكن نجهزها ونعرضها بكرة حضراتكم. اه بالظبط، ده بيدخل بقى تحت هنا بند فكره اللي احنا كنا بنقوله اول ما رجعنا اول يوم في السنه واول حلقه مع حضراتكم في الموسم الجديد، لما كنا بنقول ابعتوا لنا اللي انتم عايزينه، الفقرات، الضيوف، الاخبار اللي انتم حابين ان انتم تشوفوها. على فكره احنا قريب ان شاء الله هنقرا كل اللي اتبعت وهناخده انتو كونسيدريشن زي ما بيتقال او بعين الاعتبار يعني. فاصل ونرجع نكمل. بنجدد التحية والترحيب مرة تانية بكل حضراتكم، عودة العشرة الصبح في الأهلي وأولى فقراتنا الحوارية. والحقيقة ملوك وملكات مصر القديمة زي ما دايما كانوا بيظهروا على جدران الكثير جدا من المعابد، دايما بنشوف أن قوامهم ممشوق، ودايما بنلاقي أن هم يبدو كده من الشكل العام أن هم كانوا رياضيين، وشفنا تماثيل كتير جدا بمقاييس جمالية أكتر من رائعة. فهل فعلا ملوك وملكات مصر القديمة في العصور المختلفة كانوا بيمارسوا الرياضة ولا لا؟ ويا ترى إيه الألعاب اللي كانوا بيمارسوها؟ هنتعرف على كل هذه الأمور من خلال ضيفنا اللي طبعا بيسعدنا بوجوده معانا في حلقة النهاردة، دكتور حسين عبد البصير، وهو مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا أستاذ كريم، صباح الخير يا أستاذة نهاوند، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور حسين، ويعني موضوع حلو جدا، وأعتقد ناس كتير حابة إن هي تعرف، لأن فعلا إحنا بنشوف الجدران المختلفة عليها ملوك وملكات فعلا يعني ممشوقي القوام، مفيش حد منهم مليان شوية أو مش رياضي يعني. هل فعلا هما كان أجسامهم كده ولا القصة لا هما كانوا عايزين يظهروا بشكل معين برضو؟ خلينا نعرف. هو طبعا احنا عندنا الرياضة في مصر القديمة ده كان شيء مهم جدا، وعندنا مقابر موجودة في منطقة بني حسن في المنيا من عصر الدولة الوسطى، يعني من فترة مبكرة من تاريخ الحضارة المصرية حوالي 4000 سنة من الآن. عندنا مناظر اللي عدد كبير جدا من الرياضات المصريين قاموا بيها زي المصارعة، زي المبارزة، وعندنا الرمي بالرمح، الرماية، الخيل، السباحة، كل الأمور دي في مصر القديمة كان في اهتمام كبير جدا بيها، لأن المصريين قدماء عارفين إن الرياضة كان لها دور أساسي جدا إن الواحد عمره يمتد يعيش بصحة كويسة. يعني بداية الألعاب الأولمبية عندنا. طبعا في مصر القديمة هي البداية يا أستاذ كريم دايما في كل حاجة، يعني دايما هي الأصل. لما حضرتك تبدأ تدور على أي حاجة في العالم
واي كتاب بيكتب عن اي مثلا عن حتى لو عن الطهي في العالم، فبتلاقي مصر هي البدايه، الرياضه، الطب، الهندسه. صحيح. هرجع بقى لكلام استاذه نهاوند، بالنسبه للملوك والملكات عندنا في مصر القديمه عاده هم كانوا بيظهروا بالشكل اللي هم بيحبوا يبعثوا عليه في العالم الاخر، لكن ده لا يتناقض مع طبيعه ان المصريين القدماء ايضا كانوا سواء ملوك او افراد عاديين كانوا بيمتازوا بالرشاقه والقوام الممشوق. احنا المناخ بتاعنا مناخ يعني قد يكون حر شويه، فعندنا طاقه بتستهلك ويتم العمل سواء في الحقل او في الجيش او في المؤسسات الحكوميه، فكان بيقوموا بالرياضه بشكل يومي. كانوا طبعا ما بياكلوش كتير، عندنا وجبتين بس اللي كانوا المصريين القدماء بيتناولوهم الصبح واخر النهار، زي عندنا في الريف المصري حاليا لما حاجه بيرجعوا، او مثلا في امريكا تلاقي اللي هو الدينر اهم حاجه من الساعه 5 ل 7، فده الاكل اللي الناس كانت بتاكله. علاوه طبعا ان هم كانوا بياكلوا اكل يعني كله ريليتد يعني متصل بالطبيعه، ولم يكن فيها طبعا الحاجات الموجوده عندنا زي الفاست فود والحاجات الشهيره في مصر حاليا او في العالم عموما، فكل ده كان بيساعد على القوام الممشوق لسيادتك. يعني ده دي حقيقتهم، ده حقيقه طبعاً شكل طبعاً اجسادهم وقتها، مش ان الملوك والملكات حابين يظهروا بمظهر مخالف لطبيعتهم. يعني ما كانش في مثلا حد مصر فرعونيه عنده كرش عندنا امثله بسيطه بس بيطلع بيداري ده في النقوش. يعني هقول لحضرتك حاجه، هضرب لحضرتك مثلا، عندنا التمثال الشهير بتاع واحد اسمه شيخ البلد، ده موجود عندنا في المتحف المصري في ميدان التحرير. وليه سمي شيخ البلد؟ لان العمال عندنا في سقاره لما في واحد خواجه اسمه مريت بيكتشف مقبره هذا الرجل في سقاره، فشافوا هذا التمثال ولقوا عينيه كده ملونه او زي ما بيقولوا بتطق شرار في الضلمه، لك ده شيخ البلد اللي احنا دافنينه من جمعتين، فاتخضوا فسابوا المقبره وجريوا، فتم اطلاق هذا المصطلح شيخ البلد على هذا التمثال. التمثال ده ليه هيئتين، واحده زي ما حضرتك تفضلت كده بهيئه مترهله، هيئه طبيعيه بكرش وجسمه بدين كده، حاجه يعني ضخمه وتخين، وحاجه تانية فيري سليم بقى وحاجه رشيقه جدا، هو ومراته، وتمثال معمول من خشب الجميز اللي هو كان شهير جدا عندنا في مصر القديمه وموجودين في المتحف المصري في التحرير، وده بيؤكد ان احنا كان عندنا هيئه طبيعيه وهيئه رسميه. الطبيعه حضرتك بتطلع بشكل عادي جدا، الرسميه بتطلع الصوره اللي حضرتك عايزها زي البروفايل بتاع سيادتك على الفيسبوك اللي انت عايز تبعث بيها في العالم الاخر. ملكه زي حتشبسوت مثلا، الدكتور زي حواس اجرى عليها شغل هو العلماء في هذا الامر، لكن طبعا كانت في نهايه حياتها، فاكتشفوا ان هي كانت تخينه، كان عندها سكر وماتت عندها 50 سنه. الفنانه إلهام شاهين كانت عايزه تمثل دور حتشبسوت، لما الدكتور زي قال لها الكلام ده قالت لا انا مش هعمل الدور ده تاني. ليه؟ تخينه كانت فاكراها طبعا احنا بنشوفها في مناظر وتماثيل ليها، هي سيده عظيمه حكمت مصر يعني بقوه وبحزم، كانت فتره فيها طبعا هي كانت وصيه على ملك اسمه تحتمس الثالث، وده كان ابن جوزها. في البدايه كانوا الاثنين مشتركين مع بعض في الحكم، لكن هي ازحته عن المشهد شويه وتولت هي السلطه وتزيت، يعني لبست لبس الرجال، حتى في الهيروغليفي كانت بتستخدم مثلا الضمائر اللي بتتكلم عن الرجاله مش الستات، يعني مثلا واظن ليها تماثيل برضو بدا ان اللحيه بتاعت الاستعاره، لان طبعا عايزه تبان في عيون الشعب ان هي قادره على حكم البلاد. وفي نفس الوقت عملت قصه كده ادعت فيها ان هي ابنه الاله امون رع من صلبه، على اساس ان هي تبان في اعين الشعب، لان وجود المراه على الحكم ما كانش هو الشكل المتعارف. احنا عندنا الملك هو حورس على الارض فلازم بيكون ذكر، فهي في حاله استثنائيه حبت تبين للناس ان هي لا تقل عن الملوك الذكور. وبالفعل كانت ملكه عظيمه وعملت رحله بونت، عملت معبد الدير البحري وحاجات عظيمه جدا من عهد هذه الملكه العظيمه. بس عندنا ملكات كتير رغم برضو التفكير الذكوري اللي مش عارفه ازاي بقاله 7000 سنه ده كتير. لا احنا عندنا ست ازاحت الراجل ازاحت تفكير ذكوري. لا خدي بال حضرتك، لا احنا عندنا ما هي تشبهت بالرجال علشان يامنوا بيها، ما ده هو طبعا ده المفهوم، بس طبعا هي ما كانش يعني حد ضدها في هذا الامر. وبدليل عندنا ملكات من الاسره الاولى، نيت حطب ام الملك نارمر اللي هو نارمر اللي هو موحد القطرين، ده يعني الست دي كانت يعني سيده عظيمه جدا وحكمت منذ الأسرة الأولى. واحدة تانية كانت وصية على ابنها. فالملكات في مصر دي ما كان لهم دور مهم جدا، يا إما تبقى زوجة للملك، يا إما وصية على ابن صغير لحد ما يكبر، يا إما تبقى ملكة منفردة زي حتشبسوت. نفرتيتي أيضا يقال إنها حكمت بعد أخناتون فترة زمنية يعني مش قليلة. نرجع بقى للملوك الرياضيين، عندنا ملك شهير جدا اسمه أمن حطب الثاني، ده يعد الملك الرياضي الشهير في مصر القديمة، ده ابن الملك تحتمس الثالث. تحتمس الثالث ده يعتبر نابليون العالم القديم. طبعا هي التسمية ظالمة لأن تحتمس الثالث أعظم من نابليون. نابليون هزم ونفي في نهاية حياته، تحتمس الثالث لم يحدث له هذا. عمل 17 حملة عسكرية نجح فيهم،
تدرس خططه في الاكاديميات العسكريه في جميع انحاء العالم. نرجع بقى لابن ام حاطب الثاني، كان اسمه الملك الرشيق والملك الرياضي، كان مصور على لوحه بيصنف او بينشن على قطعه من النحاس بسمك 6 سنتي، وعملها 14 مره وجاب ال 14 مره صح، وهو راكب العربه الحربيه مش واقف كده. يعني شفت الدنيا صعبه ازاي. وعندنا واحد تاني اسمه من حطب الاول ابن الملك احمس، كانوا بيقولوا ان هو ملك رياضي عظيم، قالوا انه في النصوص ان هو كان بيمسك الاسد من ديله ويرفعه كده في الهواء. طبعا هي فيها كنايه بس نوع من انواع ان هو ملك له قوه بدنيه وجسمانيه عظيمه. تحتمس الاول وتحتمس الثالث كانوا بيصطادوا الافيال في سوريا. عندنا احنا عملنا الامبراطوريه في عصر الدوله الحديثه، مصر كانت اشبه بالولايات المتحده الامريكيه، كان سوريا، فلسطين، العراق، الشام، ليبيا، السودان، كل ده يتبع مصر في هذه الفتره من عمر الحضاره. فلما كان يعملوا فتوحات الراجل بقى بيتريد هناك، زي ما الملك فاروق مثلا كان بيروح يصطاد البط في دهشور في البركه اللي هناك اللي كانت بتيجي في فتره الشتاء، هو كذلك كان بيصطاد الافيال. بس الواحد يقدر يتاكد ازاي من حجم مصداقيه هذا الكلام؟ لان هي في الاخر هي يعني المرجعيه الوحيده، وطبعا حضرتك ادرى مني بكتير، بس اعتقد ان المرجعيه المتاحه هي انه الرسومات والنقوشات اللي بتكون موجوده على جدران المعابد. وبطبيعه الحال في دايما توجه عام وخصوصا عند الملوك والملكات ان هم يظهروا نفسهم في مظهر الابطال، وزي ما كنت بتتكلم من شويه برضو حته ان هم ممشوقي القوام وكذا. ف نقدر نتاكد منين من صحه هذا الكلام؟ ما خد بال حضرتك ان حضرتك بتجيب مصادر عديده لهذا الموضوع، ما بتعتمدش على مصدر واحد، والله بقى يبقى عند حضرتك مصدر خارجي. يعني مثلا نتكلم عن معركه قادش اللي عملها رمسيس الثاني، هو اي الكلام الجماعه الحسيين اللي هي الاناضول تركيا حاليا قالوا كلام ثاني. فحضرتك تشوف المعركه وتشوف الملك راكب العجله الحربيه. رمسيس الثاني كان من اعظم الملوك المحاربين عندنا في مصر القديمه. فما بنشوف المصادر الثانيه بتؤكد نفس الكلام اللي قاله الملك المصري. لما تشوف تعدد هذا الموضوع في كذا مصدر للملك، يا سيادتك ممكن تشوفه في معبد مثلا موجود في ابو سمبل، معبد الرمسيس موجود في الاقصر، معبد سيتي الاول ورمسيس الثاني في ابيدوس. فالملك ظهر في هذه المناظر في عدد كبير جدا من المصادر، الموظفين نفسهم ما بيتكلموا عنه. مثلا تلاقي احمس الاول احنا ما نعرفش حرر مصر من الهكسوس ازاي الا اثنين موظفين عملوا سير ذاتيه، واحد اسمه احمس بن اخبت واحمس بن ابانه، فكتبوا لنا هذه السير الذاتيه وخدناها مصدر للتاريخ. الملك عمل كذا وركب العربه الحربيه واحتل وطردهم من المنطقه بتاعتهم اللي هي اواريس او افاريس في الدلتا اللي تل الضبعه، وراحوا الى جنوب فلسطين حاصرهم ثلاث سنين وخرجوا من مصر. فكل ده بنقدر نعرفه من خلال المصادر المتعدده، سواء من الافراد او من الملوك او المصادر الخارجيه او مثلا الكتاب المقدس. عند حضرتك مثلا ملك زي شيشانق ذكر في التوراه اسمه شيشاق، فبيكتب عنه فبنقدر نعرف مين المصادر. حلو شيشاق. شيشاق، وطبعا هو بيكرهوه جدا لانك اللي هو سرق اثار المعبد بتاع الرب ودمر المنطقه واتجوز بنت الملك سليمان وعمل حمله عسكريه رهيبه جدا في منطقه فلسطين وموجوده عندنا في الكرنك. ويعني حدث مهم لان بعد نهايه الدوله الحديثه ده عصر الامبراطوريه ان يجي لك ملك هو اصلا من اصول ليبيه مصري اتربى عندنا واتولد لكن كان جاء من جنود المرتزقه في عهد رمسيس الثالث وتربى عندنا في الدلتا فنشا يعني كمصري واصبح قائد لمصر وكان قائد عسكري شهير جدا في الاسره ال 22 وبدا يعمل فتوحات هذه الفتوحات العسكريه. طيب خليني بقى اروح مع حضرتك يعني بلاها الحته التاريخيه دي مش عايزين نركز. كان مقفل الامتحان في التاريخ في كل المواد. احنا لو سيبنا حضرتك عارف ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله. خليني اروح حضرتك يعني انا عندي سؤال بس قبل السؤال انا عايزه اعرف حاجه، انا حابه اعرف مين كانت اجمل الملكات زمان؟ ده حاجه. السؤال بقى نفسه انا عايزه اعرف برضه هل زمان كانوا بيعملوا بينسقوا بطولات رياضيه زي دلوقتي ولا لا؟ بالنسبه للملكات اجمل ملكه اللي هي نفرتاري اللي هي مرات رمسيس الثاني. نفرتاري هي نفرتاري هي بالفاء احلى من كليوباترا. مش بالفي، بالفاء مش بالفي. نفرتاري اوكي. نفرتاري بمعنى حلاوتهم او الجميله بتاعتهم زي ما نقول عندنا في الحاره المصريه او في الريف احلاهم يعني. فدي كانت مرات رمسيس الثاني وكانت ست مثقفه وكانت بتكتب المراسلات والمكتبات بيننا وبين ملوك الشرق الادنى القديم، اشبه وزير الخارجيه مثلا او الكاتب الملكي في البلاط الملكي. وده بياكد لحضرتك ان المراه كانت بتتعلم في مصر القديمه. الست دي ماتت في العام الرابع والعشرين من حكم رمسيس الثاني، كانت ذا فيفورت وان، افضل واحده عنده، كان بيقول لها التي من اجلها تشرق الشمس. يا سلام. وجميله الحب وحلوه المحيه، المحيه عن الوش او الوجه. بنى لها معبد جنب المعبد بتاعه في ابو سمبل.
لو يعني كانت حلوه فعلا جدا جميله ولها مقبره من اجمل المقابر موجوده عندنا في وادي الملكات في أيوة البر الغرب الاقصر. لو حضرتك رحتي تدفع 1200 جنيه عشان تزوريها، يعني ممكن تزوري مقابر تانية بسعر ارخص. دي أيوة وسيتي الاول من اغلى المقابر عندنا في البر الغربي، وادي الملوك وادي الملكات. حضرتك تشوفي الفن، الجمال، الست ازاي أيوة واقفه، اللبس بتاعها، القوام الممشوق، العينين. واحنا ما فيش حد في جيلنا شبه الفراعنه خالص والله. حضرتك شكلك فرعوني بجد؟ ايضا يعني ما فيش. واستاذ كريم برضه نفس القصه، كارف على الفينيقيين. لا لا لا، حضرتك تدي مصر حاجه، اسكندراني برضه في جزء جريك رومان عندك، بس بس احنا مخلطين قوي. هو بصي احنا كمصريين احنا خليط، بنسميه الجنس السامي الحامي، يعني الحامي اللي هو الافريقي والسامي اللي هو بيجي من منطقه السهام اللي هي شرق اسيا، اللي هي جنوب غرب اسيا، منطقه اللي هي سوريا وفلسطين. فاحنا خليط بين الجنسين، عندنا الصفات اللي هي السمراء والصفات اللي هي البيضاء. ده تجانس حصل في مصر عبر فترة زمنية طويلة. نخش بقى على ألعاب البطولات. الألعاب بقى عندنا مقابر موجودة في منطقة اسمها بني حسن. بني حسن دي في المنيا من الدولة الوسطى. بنشوف مناظر المصارعة وأعداد كبيرة جدا، وحاجة تقدر تشوف مثلا حوالي 80 سين مشهد ورا بعض مترتبين، كأنك بتشوف مشهد سينمائي. بتشوف ألعاب عديدة في هذه المقبرة، لأن طبعا الفترات دي كان فترة فيها نوع من أنواع الاضطراب السياسي. بعد كان عندنا عصر انتقال أول في مصر، وقعت فيه نوع من انواع عدم فوضى وعدم وجود سلطه مركزيه، مفيش ملك، كان حكام الاقاليم جم وحدوا مصر في هذه الفتره. فحضرتك تبدا تشوف المناظر، اولا بيبداوا يعني كان في حكام اقاليم يعني زي المحافظين حاليا بيتصارعوا بينهم من بعض على سلطه الدوله في غياب وجود ملك واحد زي ما كان في عصر الدوله القديمه. بعد كده دول بداوا يتدربوا طبعا عشان يبداوا يستعدوا. بدانا نعمل حملات بقى في الشرق الادنى القديم، سوريا وفلسطين، في السودان مصر بدات تظهر. فمن خلال هذه الحملات وهذه الاحتفالات بالرياضه كان في تدريبات، بس ما كانش لارج سكيل، ما كانش حاجه كبيره جدا زي مثلا كان بيحصل في اليونان القديم. لا، في مصر القديمه كانت موجوده بس على نطاق محلي داخل المحافظات او الاقاليم في هذا الزمن. كان في يعني العاب بعينها او رياضات معينه بيمارسها عامه الشعب، ورياضات تانية مقصوره الى حد كبير على الملوك والملكات، ولا كانت الرياضه كلها؟ هو طبعا يعني عندنا زي ما قلت لحضرتك مثلا من حاطب الثاني ده كان استاذ كبير جدا في ركوب الخيل، وان هو كان بيركب العجلات الحربيه وكان بيتصارع، وكان ممكن يروح يعمل حمله عسكريه ويجيب مثلا ناس من الاعداء ويعلقهم على المركب اب سايد داون، يعني راسه تحت ورجله فوق عشان هو انتصر ما يتمرش ضد مصر تاني سواء في الجنوب او في الشمال. لكن الرياضات كلها كان الكل بيلعب المبارزه، وفي الرياضات الفكريه زي الشطرنج، لعبه كان اسمها السنت. تلاقي الراجل قاعد ومراته بيلعبوا لعبه اسمها السنت، حضرتك تبدا تعمل حاجات كده تتجاوزها عشان تنتصر في العالم الاخر على قوى الشر اللي بتواجهك، بحيث ان انت تبعث في العالم الاخر في عالم بقى ابدي بقى. هي دي الحياه، وهي دي الحياه المهمه. الحضاره المصريه كانت حضاره تقدس الموت والحياه في نفس الوقت، وفي نفس الوقت الموت كان بالنسبه لنا بوابه للحياه في العالم الاخر اللي هي الحياه الابديه اللي ما وراهاش فناء. لذلك عملوا البعث والخلود، عملوا المعابد، عملوا المقابر، وده الهدف من الحضاره المصريه القديمه. يعني الايديولوجيات المختلفه في فكره الموت والبعث وغيره موجوده يمكن من وقت الفراعنه لحد هذه اللحظه، في اللي هي ري انكارنيشن اللي هي تمام، ان احنا تمام، كنا تمام قبل كده موجودين. الواحد بيفكر لو احنا كنا ايام الفراعنه هل كنا ملوك ولا عارف اللي بيمسكوا الريشه دي؟ انا كنت غالبا هبقى من العبيد غالبا. هو ماسك الريشه شكلي كده. احنا لا ازاي، احنا عندنا في مصر القديمه يعني كان عندنا مصريين قدماء عدد حوالي 1,000,000 واحد تمام. وبالنسبه للناس اللي بتعرف تقرا وتكتب كان حوالي 2%، فدول هي النسبة المثقفة من الشعب، وهي دي اللي كانت بتقوم بقى بالأعمال الإدارية، سواء حضرتك كنت قائد في الجيش أو وزير أو موظف كبير أو ملك. البنات نفسهم كانوا بيتعلموا زي ما قلت لحضرتك، نفرتاري اتعلمت. وفي نفس الوقت كان عندنا المعبد هو اسمه بيرعنخ، مؤسسة كده يعني بيت الحياة، دي الناس كانت بتروح فيها تتعلم بقى الكتابة والقراءة والحساب، لأن ده مهم جدا، لأن لازم تأسيس الجيل عشان يقوم بالدور الإداري للدولة المصرية. صحيح. وإن حضرتك أعظم حضارة كاتبة في مصر القديمة أو كاتب في مصر القديمة، ده حاجة فيري برستيجيوس. يعني تشوفي وزير ملك مصور حر محب، صور نفسه على هيئه الكاتب وبعد كده بقى ملك، لان دي في حد ذاتها نوع من انواع الوجاهه، اللي انت كده يعني ثقافه بيجي لك الحكمه من الاله الجحوتي، اله الحكمه، وبتكتب وبتدون، فانت بتسجل افكار. وخدي بال حضرتك الفكر هو وراء مصر القديمه. لولا الكونسبت، لولا المفهوم ما كناش بنينا اهرامات، لولا المفهوم ما كناش عملنا معارك حربيه، ولولا الوقت كنا كملنا. والله هو الموضوع الحقيقه فعلا شيق جدا جدا. ما كلمتش لسه عن حاجه. يا ساتر، حضرتك تيجي
تطورنا مره ثانيه للحقيقه. الموضوع ده شيق وغني ومليان تفاصيل كتير. انا بتابع حضرتك من ايام امريكا اي ار تي امريكا يا فندم. ده شرف ليا. شرف ليا دكتور حسين. يعني توعدنا ان احنا هنعمل مثلا ممكن كل اسبوعين حلقه، لان بجد يمكن احنا بنتكلم على نوستالجيا الاهلي، بس برضو لو اتكلمنا على فكره ثانيه النوستالجيا والعوده وفكره الرياضه تحديدا للفراعنه وهذه الفتره او يعني الحقبه الزمنيه العظيمه اللي لحد دلوقتي بنفتخر بيها، ممكن يبقى فيه برضو كلام كتير قوي نقوله. فتوعدنا هتكون اكيد طبعا معنا مساعدنا. واحنا عندنا حدثين رئيسه عملهم الفتره اللي فاتت، المومياوات والكباش، وعندنا متحف كبير ان شاء الله على 4 نوفمبر نحتفل ب 100 سنه على اكتشاف مقبره توت عنخ امون و200 سنه على اكتشاف شامبليون اللغه المصريه القديمه. في احداث كتيره جايه ان شاء الله. كل دي امور نتكلم فيها لما حضرتك تنورنا مره ثانيه. نورتنا. المتحف اليوناني الروماني كمان قريب ان شاء الله في اسكندريه. المتحف اليوناني الروماني طبعا ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. نورت الدنيا. ده نور حضرتك. سعيد جدا بوجودي معاكم. شكرا جزيلا. طيب احنا هنطلع فاصل لحضراتكم، ومجرد العوده منه نبتدي بقى مع حضراتكم ثاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده. خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. ويمكن احنا زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة، هو يعني فوز بس هو فوز صعب لمنتخبنا وغير متوقع طبعا على غينيا بيساو. وممكن البعض يختلف مع كيروش في التصريحات، يقول لك لا معلش ده فريق برضو يعني مش في مستوى ابدا منتخب مصر، كان ممكن ان احنا نحصد نقاط وممكن ان احنا يعني نشوف مباراة افضل من كده. البعض الاخر بياخد الموضوع على ان ما فيش يعني فرقة ضعيفة او منتخب ضعيف والماتشات كلها مهمة وغيره. ماشي برضو ما اختلفناش، بس زي ما كنا نتكلم في مستويات مختلفة. على كل حال خلينا نتكلم في كل الأمور دي. فكرة برضو التغييرات اللي احنا اتكلمنا عنها ليه كيروش، والمقارنة بين كيروش وبرضو كوبر مع منتخب مصر، ان في كلام كتير جدا ممكن ان هو يتقال. يعني خلينا نرحب بقى في كابتن عادل طعيمة، وحضرتك كنت معانا قريب واتكلمنا في ده، وقتها كان عندنا بصيص من الأمل. هل احنا لسه عندنا البصيص ده؟ انا ما كانش عندي بصيص. انا كان رايي واضح من اول لحظه من بعد ماتشين ليبيا. حضرتك كان رايك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبدايه انا من 3 شهور كنت بتكلم بعد ماتش ليبيا، ولما رايحين البطوله العربيه وعملت لي اختيارات، فانا شايف كراجل بشتغل في المهنه دي بقالي فتره كبيره، بحس انه الراجل في اختياراته وفي تصريحاته وفي اختياره ما كانش المرجو بالنسبة لينا كمصريين، لأن عملية الاختيارات وعملية التفكير المنظم بيديلك إحساس بالأمان طبعًا. إن أنا ببقى مطمئن إن أنا فرقتي هتأدي أداء على الأقل فوق الممتاز، لأننا عندنا لعيبة على أعلى مستوى في صحيح. كل مركز طبعًا. فنلاقي اختياراته بيختار ناس ما لعبوش دولي خالص، رايحين في بطولة وراها بطولة وراها بطولة، 3 بطولات ورا بعض، البطولة العربية، أمم أفريقيا، وبعدين تصفيات كأس عالم. فأنا إذا ما كانش يبقى تفكيري منظم وأنا بختار اللعيبة اللي أنا هخش فيهم البطولة العربية ثم أمم أفريقيا ثم تصفيات كأس عالم، مفيش الفكر ده مش موجود. وزي ما أنا قلت معاكم قبل كده إنه بيقول دايما إن إحنا افريقيا احنا كمصريين يعني الهرم وابو الهول وبتاع، يعني احنا ماضي ما لناش حاضر ولا لينا مستقبل. ليه كده؟ هو قال كده. هو قال كده. فعشان كده انا قلت السي في بتاعه احنا كمان ما لناش دعوه بالسي في بتاعه، احنا لينا اللي على الارض، ايه اللي هو بيعمله على الارض. غريب قوي فعلا. قال كده والله. فانا يعني من 3 شهور كنت يعني يمكن ضد الموجه كلها كانت ماشيه، واحنا طبعا بنبقى عارفين وحاسين بالخوف لأن دي مهنة واضحة بالنسبة اللي بيشتغلوا فيها. ببقى عارف في عملية الاختيار أنت بتختار ناس ما عندهاش ولا ماتش دولي، مع أن عندك أنت في المنتخب الأولمبي في لعيبة عندها 50-60 ماتش دولي. ودي زي ما بتقول نهاوند بيبقى فيه فرق في المستويات ما بين اللعيبة وما بين الفرق. مظبوط. فمش ممكن أبدا أن أنا أفضل كل ماتش. ناس طيبين جدا مصريين بصراحة. انا بجد للراجل المبرر، راجل جاي بياخد مرتب محترم جدا. المرتبات دي ما بياخدوهاش في دول الخليج، يعني دول الخليج المرتبات العاليه قوي دي اللي بتعدي 100,000 يورو، دول الخليج الغنيه جدا ما بتديش المبالغ دي، ما بتديش لواحد في ماسك مدير فني الاتحاد المبالغ ديت بالعربيه ومفيش اي انتاج. بداية بنقول مبروك للـ3 نقاط بتوع امبارح، لكن أنا برضو
زيك وزي اي مصري بيحب بلده بيحب فرقته، احب دايما ان فرقتي بتكسب وبتادي الاداء الكويس. طبعا لحد النهارده ما فيش هويه للفرقه، يعني انت لما تيجي تتفرج على مثلا تيم المغرب بيأدي بشكل معين، الراجل بيضغط بطريقه معينه، بيبتدي هجمته بطريقه معينه، بهجماته منوعه، في لعيبه مميزه في كل مركز، في قياده في كل مركز، في حد ادنى مرتفع من الجوده والاجاده واضحه عليهم. اكيد التيم اللي احنا شفناه امبارح يا كريم نهوان الحقيقه انا بعتبره يعني شفنا كل الفرق الافريقيه حتى اللي موجودين دلوقتي ال 16 فرقه، اقل فرقه في افريقيا كلها الفرقه اللي احنا لعبناها امبارح. ده اللعيبه مش عارفه تستلم ولا تسلم ولا تغطي ولا تهاجم ولا حاجه ابدا. يمكن الراجل اللي نزل وعمل الفاول وجاب الجول ده يمكن ده يعني فيه سنه مهارات، يعني سنه مهاره. انما مين لفت نظرك امبارح في الفرقه بتاعت امبارح اللي احنا كسبناها بمعاناه؟ اه ده الفار كتر خير الفار بس والله كنا الفار يعني مساعات الفار مساعات الفار بيبقى فار يعني ما بيعملش حاجه. فالحقيقه يعني بنقول مبروك الثلاث نقاط، وبرضه بنتعشم ان الراجل في الماتشات اللي جايه على الرغم ان انا السودان اعتقد انها اقوى شويه طبعاً من تيم بس احنا هنقضيها عشان يا كابتن هادي احنا بقالنا فتره طويله متعشمين، وعشمنا دايما بيثبت في نهايه المطاف انه في غير محله، لا بنشوف اداء مرضي ولا بنشوف نتيجه مرضيه ولا بنشوف حاجه تطمنا على ان ده منتخب مصر اللي المفروض ان يكون بيتعمل له الف حساب من كل الفرق اللي بيلعبوا معاه. احنا شفنا اداء مترهل، خطه بعنوانها لا خطه، ده ايه ده لما استجد علينا يعني اداء بتاع امبارح ماتش امبارح، يعني ده احنا كده ايه بعد ما اتنطقنا ده كانت الدنيا يعني رايحه في داهيه كمان قبل كده، فهنفضل على الوضع الحزين ده لغايه امتى؟ والله شوف احنا حذرنا من اول ماتش، من اول ماتش ليبيا اللي ما فيش لا دوري ولا ما فيش حاجه خالص، وشوف احنا الماتش الاولاني في ملعبنا 1-0 بالعافيه، جول راجل مميش اظني، وهناك طبعا كان ناقصهم مجموعه كبيره من اللعيبه، احسن مهاجم عندهم ما والاخره. بعدين رحنا البطوله العربيه واحنا حذرنا قلنا البطوله العربيه كل الفرقه رايحه يا بالصف الثاني يا بالصف الثالث، يعني الجزائر رايحين بالصف الثالث بمساعد المدرب، السعوديه فريق الاشبال، الاردن باللاعب الاردن يكسبون الشوط الاولاني 4-0 وتحسن في الشوط الثاني، ثم انت بتلعب السودان ولبنان، لبنان 1-0 بالعافيه. فكل لما نقارنه مثلا بموسيماني، موسيماني من اول ما جه دخل على الوداد شوف الاداء مختلف، الاداء طبعا راجل فيه فكر، المدرب عنده خبرات، عنده عارف يعني ايه شخصيه وهويه النادي الاهلي، فمن اول مباراه عارف ان النادي الاهلي والقماشه اللي زي ما بيقولوا في الشارع طبعا. القماشه اللي معاه تقدر انها تبدي من تحت، تقدر انها تهاجم من الاطراف، عندها تسديد، عندها اختراق من العمق، عندها كل المقاومات في كل مركز. الراجل ده عنده 18 فرقه في الدوري الممتاز، اختياراته غريبه جدا، خلاصه من كل واحده صحيح، اختيارات غريبه جدا بيختارها. فبنحذر قلنا مره واثنين وثلاثه، قطر الشوط الاولاني بتلعبنا بالرديف كله، بعدين الشوط الثاني ابتدوا يدفعوا باثنين ثلاثه، وبعدين في ضربات الجزاء بيتفوقوا علينا وياخدوا الميداليه. سيبك من الميداليه وسيبك من اي حاجه، مفيش اداء صحيح. يعني الاداء ان انا الكره لما تيجي تقطعها كده كشريط بتلاقي المدرب عنده اكتر من طريقه للعب، وبعدين بتبص تلاقي كل 3 4 لاعبين بيعملوا جمل معينه، فانت لما تقطع المباراه تلاقيها عباره عن 5-6 جمل اللعيبه بتنفذها، اللي زي ما كانتش الجمله دي تلاقي الجمله الثانيه. امبارح شفنا ما فيش خطه كانت واضحه، يعني يمكن شفنا زي ما احنا بنتكلم اللعيبه في مراكزها الاساسيه ودي الاول مره، ولكن ما فيش خطه واضحه، ما هو دي او دي النقطه. يعني انت شفتي الشوط الثاني انا مش عارف محمد صلاح بيلعب فين، زيزو بيلعب فين، محمد صلاح محمد شريف بيلعب فين، هو بيلعب فين، هو مش عارف والله. يعني الجول اللي هو جابه يعني في ليفربول حاجه تانية خالص، وشفنا ليفربول من غير محمد صلاح بيبقوا عاملين ازاي. طبعا كل الماتشات اللي الراجل بيأدي بيها الحقيقه انا مش مطمئن، جايز اتمنى يبقى الماتشات اللي جايه يبقى فيه، لكن بنحذر من دلوقتي عشان ما يتقالش انتوا ليه ما قلتوش، أيوة انتوا ليه أيوة كنتوا ساكتين. لا احنا قلنا مره واثنين وثلاثه يا اخوانا، احنا رايحين تصفيات كاس عالم، كاس عالم دي مهمه جدا بالنسبه لنا كمصريين في قطر
في بلد عربي شقيق، واحنا كلنا بنتمنى ان احنا نبقى متواجدين. واحنا شفنا هيبقى اكتر جمهور تقريبا في البطوله دي هيبقى الجمهور المصري. فاللي احنا نتمناه اتحاد الكوره الجديد يبقى فيه وقفه، يقعدوا معايا ناس فنيين يقولوا له انت دماغك فيها ايه؟ يعني انا عايز اعرف انا عايز اعرف انت عايز مننا ايه؟ انت بقى يعني انت بتنسى ولا يعني انا عايز اعرف في ما انت لا بتنسى ايه؟ مش عارف قدرات اللعيبه. انت لما تيجي تتفرج على اي تيم، انت امبارح في ماتش مهم بقى وكان بتلعب تشيلسي مع المان يونايتد، شوف الكوره بتتلعب ازاي، الاستحواذ ازاي، والضغط ازاي، والهجوم ازاي، والعمليه دي مستمره لمده 100 دقيقه. فكر مدرب، اللعيبه بتنفذه، وبعدين حتى التغييرات والبدايه من التشكيل بتلاقي حاجه ممتعه. الشوط بيعدي كانه دقيقه والشوط وهكذا. فاحنا هو امبارح عجبني قوي تعليق حد كان بيسمي المباراه تحت شعار، يعني لخص المباراه بيقول لك المباراه بالامس كانت تحت شعار منين يودي على فين. فبصراحه يعني انا فاكر كريم قال لي الراجل ده هيشلني. لا حاجه حزينه، لان احنا في الاخر بنتكلم على منتخبنا الوطني وما نستحقش ده. ده كان طبعا لا المنتخب يستحق ده ولا جماهير كره القدم وعشاق المنتخب المصري اللي بيتابعوه واللي كانوا مستنيين كتير من مدربه ومن لعيبته. طب لو لو فرقنا يعني ما بين الاثنين، تعال نحيد شويه المدرب. انا عارف طبعا ان دي حاجه ممكن تبقى بعيده شويه، بس ممكن نكون وصلنا للدرجات دي ليه اللعيبه مش بتنتفض؟ ما هو دايما في عمليه الاختيار اللعيب بيبقى فكره باستمرار مع دماغ المدرب، المدرب ده بيفكر ازاي والفكر اللي جواه. زي موسيماني برضو، الفكر اللي جوه موسيماني في ماتش الزمالك بتاع 5-3 ده، الفكر اللي جوه دماغ المدرب اللعيب بيقراه من قبل الماتش في المحاضره وقبل المحاضره. فانا كلعيبه يعني هل في خلاف على اللعيبه؟ يعني مثلا زيزو، محمد صلاح، حجازي، الشناوي، حمدي، السوليه، مجموعه عاليه جدا فنيا. صحيح. لما تحس في مدرب بيجي يعني يخليك متكتف ويخليك متنكد، يعني بينكد عليك، يعني مش مديك الحريه. هو منكد على الشعب كله، مش هينكد على 11 لعيب. انا شفنا وقلت مع كلام ده مع نوان، ما كنتش انت موجود، احنا بنلاقي ديانج في ماتش الزمالك الجولين اللي جابهم كان فين؟ كان بيلعب على جوه 18. الجول الاولاني والجول الرابع. طب والسوليه لما عمل الكوره الشهيره ديت للشريف كان فين؟ كان جوه. هما الاثنين بيلعبوا فين؟ بيلعبوا ديفندرات. فده فكر مدرب بيخلي اللعيبه هو بيأدي بيطلع كل الابداع اللي عنده. وايه اللي خلى العمري يعملها بالطريقه دي؟ الا اذا كان مبسوط ونازل عارف واجباته ايه. انما انا ابقى نازل مش عارف واجباتي ايه، حتى في المحاضره انا مش عارف هعمل ايه. ما ده بيأثر على اللعيبه بشكل سلبي جدا، حتى كتاريخ بقى والسي في بتاع كل لاعب. يعني شفنا عبد الله السعيد، وشفنا يعني كذا لاعب اخر، وشفنا زيزو. يعني في ناس بجد لعيبه لها ثقل بتقال عليها كلام او تعليقات مش حلوه، وده يمكن برده مش هقدر اقول ان اللاعب نفسه هو اللي لازم يشيل الحمل. ما اللعيبه برده مش بتلعب، مش هقول بطاقتها، مش بتلعب مرتاحه. يعني في برده ظلم. عارفه انا هو بيبقى من البدايه في عمليه الاختيار، السوليه كمان يمكن، يعني السوليه مش هو السوليه بتاع بالظبط كده. فده ظلم. فعبد الله السعيد امبارح ما بيعملش غير ان هو بيروح على الطرف الشمال، والكرة لما تجيله يروح موقفها ولعبها للوينج لمحمد صلاح. اتعرفت. امبارح احنا بنلعب مع تيم ملوش مدرب، المدرب عنده كورونا وما جاش الماتش، المساعد بتاعه اللي كان واقف بره. ومع ذلك اللعيبه الشوط الثاني ابتدوا ياخدوا ثقه علينا نتيجه ان لقوا ان التيم المصري ما يعني ما فيش خطوره. ابتدوا ياخدوا ثقه، ابتدوا يمسكوا كوره، ابتدوا يعملوا شكلوا خطوره. في كره في الاخر خالص الراجل راح شايطها والشناوي مسكها. كره تانية الشناوي خد اكتر من كوره. وتيم متواضع جدا والله. يعني انا بشبهه لو احنا بنلاعب اي تيم في الدوري المصري متهيألي هيبقى اقوى من التيم اللي احنا شفناه من 100%. ومع ذلك اللعيبه مش حاسه انه في انسجام، لان محدش عارف دوره ايه في الملعب. انا دوري كمدير فني ان انا اقول يا محمد صلاح انت هتلعب في المكان الفلاني،
طريقتك في ليفربول احنا علشان يعني اخليها ماشيه بالشكل اللي انت تتمناه وتجيب لي منها اهداف، انا هلعب جنبك فلان علشان يعمل لك الشكل الفلاني. انما دايما تبص تلاقي محمد صلاح بيلعب مره اكرم، مره محمد ما اسمه محمد عبد المنعم، ومره امبارح عمر كمال عبد الواحد. عمليه التغيير دي محمد صلاح يبقى معذور، لانه المفروض الجبهه دي يبقى فيه نوع من التفاهم بينها، وكيمياء ما بينهم، مفيش التفاهم ده. الناحيه الثانيه نفس القصه، كل شويه العمليه بتتغير، مره فتوح، مره اشرف، ايمن اشرف، وبرده في نص الملعب اللعيبه تحس انها كمان منفعله جدا. يعني امبارح النني تحس انه عصبي قوي، عصبي ليه؟ اي فاول صغير تبص تلاقيه بيروح مشوح. برضو الجانب العصبيه الى جانب اللعيبه حاسه انها مخنوقه، مش حاسين. دي حاجه نغلطهم عليها ولا يعني احنا دايما يعني بقالنا فتره طويله بنتكلم وبنقول احنا عندنا تحفظات متعلقه بالمدرب، تحفظات معلنه بطبيعه الحال. هل حضرتك شخصيا عندك اي تحفظات على اللعيبه؟ واحنا واخدين في الاعتبار ان هم متكتفين وقعدوا فتره طويله كل لعيب بيلعب في مركز ثاني غير مركزه، ومع هذا هل نقدر ننتقد اللاعبين؟ هل نقدر نغلطهم في حاجه من اللي حصلت لغايه دلوقتي؟ اللعيبه معذوره 100%، لان هو خدهم من البطوله العربيه، في لعيبه اجهدت جدا لانها اصلا جايه مجهده من النادي الاهلي. يعني في عندك القوام الرئيسي الشناوي، وفي اكرم، وفي عمرو، وفي حمدي، وفي شريف، وفي افشه، يعني مجموعه كبيره من النادي الاهلي اصلا جايه مجهده من الدوري ومن البطولات اللي هي عاملاها، ما خدتش فتره راحه، ثم دخلت على البطوله العربيه، ادوا اداء قوي جدا في بطوله انا يعني مشفق عليهم، لان انت ما كنتش المفروض تدي بالطاقه دي. كان ممكن جدا الطاقه دي تبقى عاديه، لانك انت بتلعب فرق مستوياتها زي ما بتقول نهاند فرق عاديه، يعني السودان، لبنان، الاردن، كلها تصنيف مع احترامنا ليهم، لان بنتكلم في الكوره ما بنتكلمش في حاجه ثانيه، يعني طبعا كلها مستويات بعيده جدا عننا. احنا في تصنيف ما بين ال 40 لل 50، وهم التصنيف بيعدي يمكن ال 100. فطبعا الاجهاد ده مع طبعا حجازي جاي من الدوري السعودي برضه مجهد، محمد صلاح جاي مجهد بيلعب كل يومين ماتش، فهتبص تلاقي اللعيبه ما اقدرش ان انا احملها، لان الراجل من البدايه ما اختارش صح. من اول ماتش ليبيا عملت الاختيار، انا المفروض اخد 30 لعيب كلهم عندهم كم من الماتشات الدوليه اللي تسمح لي ان انا في اي وقت عندي ثلاث مراكز، اذا في حد اصيب الثاني والثالث على نفس المستوى من الاداء. انت مش واخد باك رايت معاك. عمر عبد الواحد امبارح مش ده مكانه. هل انت في مصر ما فيهاش باكات رايت؟ كان ممكن انت تاخدها معاك دوليين. يعني ما في اكتر، يعني باهر المحمدي في الاسماعيلي مش كان قبل كده في منتخب مصر؟ كان ممكن جدا ابقى واخده. وبعدين الراجل بيلعب جوكر، بيلعب مساك، وبيلعب باك رايت. اللي كان في المنتخب الاولمبي اعتقد العراقي ده في المنتخب الاولمبي، وكان برضه عامل ماتشات كويسه، ايه المانع ان انا ابقى واخده ثالث؟ فعمليه الاختيار من البدايه خد ناس، وبعدين راح البطوله الافريقيه راح واخد ناس ثانيه خالص، وبعدين فاللعيبه حاسين انه في مفيش المدرب، مش اللعيبه بس، كلنا عامه على كل حال. والله انا هنروح بس فاصل سريع كابتن عادل، لسه الحديث يعني مستمر مع حضراتكم، لسه في نقاط كتيره جدا عايزين نغطيها، اكيد نتطرق كمان للنادي الاهلي، بس بعد الفاصل مع كابتن عادل تايم. يا اهلا بكم مره ثانيه، عوده لاستكمال حوارنا مع كابتن عادل طعيمة نجم النادي الاهلي السابق اللي منورنا في حلقه النهارده، واللي بنتكلم معاه بقى عن كتير من الامور والتفاصيل المتعلقه بالاداء وبالنتائج اللي احنا شايفينها حتى هذه اللحظه. كابتن عادل، ما ينفعش لعيب يروح يقول للمدرب، وخصوصا لما الموضوع ده يتكرر اكتر من مره، يقول له انا مش عارف العب في المركز ده، انا مش عارف ادي في المركز ده، ببساطه شديده لان هو اصلا مش مركزي، ولا ده لا يجوز في العلاقه ما بين المدرب واللعيبه؟ لا طبعا على المستوى الكبير لا، بتبقى مطلوبه جدا، وخاصه لعيبه بحجم الشناوي، بحجم صلاح. احنا شفنا في ماتش احد الماتشات في النادي الاهلي، كان الشوط الاولاني اعتقد كان ادائنا غير موفق، المدرب ساب الشناوي هو اللي اتكلم. دي احيانا في اوقات معينه بيبقى اللاعب كابتن الفرقه، بيبقى مؤثر جدا يمكن اكتر من المدرب، لانه بيبقى قريب جدا من اللعيب. فطبعا لما يكون لعيب فرقه عندك فيها صلاح، فيها حجازي، فيها الشناوي، فيها عمرو السوليه،
فيها المجموعه ديت المانع ان ثلاث اربع لعيبه من دول يقعدوا مع المدرب يقولوا لا، ما هو انت لو انت لا قدر الله لو نتائج ساءت وما رحتش كاس عالم مين اللي هيشيل الموضوع ده؟ ما هو الشعب المصري واللعيبه، هو هياخد شنطته ويمشي وياخد سنه ونص بتاعته. فيعني فاللعيبه يبقى ليها دور، وقبل ما يبقى اللعيبه يبقى ليها دور انت عندك دلوقتي مجلس منتخب لازم قبل تصفيه كاس عالم لازم اتحاد الكوره وفي عنصرين او ثلاث عناصر مهمين جدا لما يبقى في بركات وفي حازم امام يبقى في علام الاخ علام والاخ خالد الدرندالي اللي بنبارك لهم على الانتخابات لازم يبقى في وقفه يبقى في مدير فني مصري موجود بدل فنجان يقدر يقعد للراجل يفهمه انت بتدرب تيم بحجم مصر، مصر دي يعني ايه اكبر دوله في افريقيا طبعا ازاي ما توصلش كاس عالم يعني باي منطق يقول لك انا اوصل كاس عالم توصل كاس عالم بس ده انت اكبر دوله في افريقيا امال غانا والكاميرون ونيجيريا وساحل العاج والجماعه دول على طول بيوصلوا كاس عالم على طول والغرض اصلا من ان هو يجي مش ان انا اوصل بس لكاس العالم يعني الموضوع كده غريب جدا بصراحه انا قلت الكلام ده وقلت ازاي انا اخد اديله مكافاه في ماتشات ليبيا ده في ماتشين ليبيا دول مكافاه قالوا كده لما اوصل لما اجي البطوله دي قال لك لا البطوله دي انا مش جاي عليها غريبه جدا طبعا الاتحاد رئيس الاتحاد وقفوله والاستاذ خالد هو بالمناسبه حضرتك شايف ان عقده منطقي لان في ناس شافت ان في تفاصيل مجحفه جدا في هذا التعاقد حسستهم الى حد ما ان في سوء نيه ورا البنود دي بصفه خاصه بمعنى ان العقد ده اتكتب بتفاصيل معينه تقطع الطريق على اختيار اي مدرب وطني لتدريب المنتخب في حادثة حصلت قبل كده لما كانت البطولة عندنا هنا وشفنا احنا الدولة ثلاث شهور نظمت أروع بطولة فاكر وجي مدرب اسمه أجيري وعمل تصريح صادم في كل الإعلام وفي كل الجرائد فالإعلان الحاجة دي طبعا كانت خطيرة جدا لا تحقق معاه ولا حد قال له انت ازاي تقول الكلام ده قال حاجات بتمس الجانب المادي فانا ما حدش اتكلم ده كان 2019 مظبوط كده قال انا بمضي على حاجه وباخد حاجه فالكلام ده قال هل في حد حقق معاه طب هل حد حقق مع الناس اللي هي عملت معاه العقد فانا لما اعمل حاجه زي دي ازاي انا ده مال عام وانت مفروض امين عليه عارف امين يعني ايه يعني لازم تبقى امين جدا على الحاجه ديت وانت بتكتب العقد تبقى انت اللي تختار لان انت قدامك كل مدربين العالم ما هو انا مين مش هي اللجنه بتبقى لجنه معينه من الفيفا هي اللي بتبقى مسؤوله يعني برضو علشان هنتكلم في الاجراءات القانونيه هل لنا الحق وقتها كان في لجنه مشكله من الفيفا تقريبا لو انا مش غلطان ما هو حضرتك من ضمن برضو الحاجات الخطيره اللي اتعملت في تاريخ مصر وهتفضل كده لحد يوم الايام ان انا الاتحاد المصري بحجم دوله اسمها مصر لجنه تقعد ثلاث سنين او سنتين ونص لجنه الاخ عمرو والاخ احمد مجاهد لجنه عمرو كان فيها خمسه وما حدش استقال لجنه الاستاذ المهندس احمد مجاهد هم ثلاثه وواحد منهم مشي يعني اقل واصغر دوله في العالم عمر ما حصل في تاريخها ان الفيفا هي اللي تدير طبعا الكوره لمده سنتين ونص الدوله بحجم مصر ايوه طبعا دي اسمها جريمه في حق مصر فطبعا لما انا اجي اكتب عقد بالطريقه دي لابد يبقى في محاسبه انت طيب. ازاي بتكتب الحاجه دي ويبقاش في مراجعه من الجهه الاداريه على الاقل الوضع يعني. استمر على ما هو عليه ده ممكن الواحد يستشف او يستنتج ان في مؤامره ما هي ما ده فكره ده فكره تآمري يعني لو صح وثبت يبقى ده فكره تآمري اكيد لان انا في النادي الاهلي لما طبعا دايما بنقول النادي الاهلي لانه قدوه صحيح. في افريقيا وفي العالم كله لما تيجي تكتب عقد بتعمل الكلام ده ده كلام ما فيهوش امانه للجمعيه العموميه ولجمهورك ده انا بالعكس احط شروط على المدرب اذا انت ما جبتليش بطوله كذا صحيح بطولتك هتاخد الحاجه الفلانيه ده حق الجماهير في الاول وفي الاخر يعني وابقى انا دايما يد العليا لان انا اللي في ايدي ان انا اختار يا نهوان انا اللي اختار طبعا صح فانا بختار بعنايه صحيح
برضه زي ما جبنا موسيماني وزي ما جبنا فايلر وزي ما جبنا جوزيه برضه بتيجي بشكل منظم وبشكل فيه فكر وبتخطيط، بحيث ان انا لما يجي جوزيه ياخد لي بطولات الكم وموسيماني البطولات اللي اخذها، العقد بتاعه هل في الكلام ده انه لما يجي يمشي ياخد سنه ونص، مدير فني ياخد 35,000 دولار او يورو ازاي؟ ايوه بيعمل طب عمل ايه في الفتره ديت؟ ولا حاجه، على الاقل في الاعلام احنا ما قريناش حاجه وما شفناش حاجه. ويقول لك بقى ايه بقى يستفزك بقى، يقول لك ايه عربيه جديده، عربيه جديده ليه طيب؟ طب اجيب له اوبر، طب عربيه مستعمله بقى وموديل طب اوبر سعيد. طيب طب اوبر وانت انت هتروح فين؟ ما الاتحاد للفندق يعني. طيب. على كل حال يعني هنقول ربنا يستر يا رب ويكون معانا كابتن عادل مره ثانيه ونشوف، لان خلاص ما فيش يعني هو ما فيش رفاهيه اي حاجه، مش حتى يعني الوقت. ف هو ربنا يستر وكل حاجه زي ما حضرتك بتقولي. بس نمره واحد لازم حد يحاسب، لا نقف 100%. علشان كاس عالم بس. انا ما يهمنيش ام افريقيا، انا يهمني كاس عالم، احنا يهمنا كل البطولات. بس يعني لو هو هيقعد يتكلم عن كاس العالم كتير وريني هيحصل ايه، يعني عايزين نشوف فعلا اللي هيحصل. نورتنا يا كابتن عادل. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا تعبنا بوجود حضرتك معانا كالعاده، وان شاء الله نشوف حضرتك على خير. واكيد الشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده. ان شاء الله بكره يوم جديد وحلقه جديده، و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.